لله رب الأرض ورب السماء، جعل الدنيا لذريته دار عمل وابتلاء، والجنة دار جزاء وبقاء. خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء. والصلاة والسلام على محمد خاتم الرسل والأنبياء وسيد الأولياء والأوصياء، وعلى آل بيته وأصحابه الذين لبوا النداء، صلاة ما تعاقب الصبح والمساء وما دام في الكون ظلمة وضياء. وبعد، فيا أيها الحضور المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم، نأتلف اليوم الاثنين الموافق 10 من شهر مايس من عام 2021، وفي هذه الندوة العلمية الدولية التي يقيمها الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق برئاسة الدكتور علي أحمد الزبيدي، وبالتعاون مع جامعتي بابل والفرات الأوسط التقنية، وتحت عنوان التعليم الإلكتروني من التلقين إلى الإبداع. خير ما نفتتح ندوتنا هذه آيات معطرات من كتاب الله المجيد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما يكون من نجوى
صدق الله العظيم. الحاضرون الأكارم جميعا، مشتركين ومستمعين للاتحاد الدولي للمبدعين في العراق، كلمة تلقيها مستشار عام الاتحاد أصالة وأمين عام الاتحاد وكالة الأستاذ المساعد الدكتورة سندس محسن حميدي، فلتتفضل مشكورة. شكرا دكتور صفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع العلمي المبارك، الأستاذ الدكتور نبيل كاظم وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم، الأستاذ الدكتور علي أحمد الزبيدي رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق المحترم، الأستاذ الدكتور قحطان هادي الجبوري رئيس جامعة بابل المحترم، الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية المحترم، الأستاذ الدكتور أحمد غانم وادي مساعد رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية المحترم، الحضور الكريم من الأكاديميين والشخصيات الثقافية من العراق ومن جميع الدول العربية العزيزة والأجنبية والمتابعين لندوتنا عبر تطبيق الجوجل ميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. إنه لمن دواعي سرورنا الالتقاء بكم افتراضيا في الندوة العلمية الدولية التعليم الإلكتروني من التلقين إلى الإبداع التي أقامها اتحادنا الدولي للمبدعين في العراق برعاية كريمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع رئاسة جامعة بابل ورئاسة جامعة الفرات الأوسط التقنية. أعزائي، تهدف الندوة إلى البحث عن السبل التي من شأنها النهوض بالتعليم الإلكتروني في العراق ونقله من مرحلة التلقين إلى مرحلة الإبداع والابتكار. نحن نعلم أن العراق حديث التجربة على مستوى التعليم الإلكتروني عامة، لأن هذا النوع من التعليم فرضه واقع الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من وجود بعض الكليات ذات التخصصات العلمية التي كانت سباقة إلى العمل به قبل جائحة كورونا ولكن بشكل محدود، وقد تدرب الأستاذ والطالب على هذا النوع من التعليم الذي واكب عصر التكنولوجيا الذي نعيشه، ولكن ما زال الطالب يلقن المادة العلمية دون أن يسهم بها. لذلك جاءت هذه الندوة ومن خلال محاورها المتنوعة في مفهوم التعليم الإلكتروني وأنواع المنصات وخصائصها وطرائق توظيف المادة العلمية النظرية في التعليم الإلكتروني ودور الأستاذ والطالب في المادة العلمية والكشف عن معوقات التعليم الإلكتروني ومعالجاته والإفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. كانت هذه الندوة مع الندوات والمؤتمرات التي سبقتها والتي أقامها اتحاد تنسجم مع تطلعاته في مواكبة الواقع العلمي العراقي. ولا بد لي قبل الختام يرجى غلق المايكات من الجميع، لطفا غلق المايكات من الجميع، شكرا جزيلا، لطفا غلق المايك.
ولا بد لي قبل الختام من التنويه أن الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق مشروع وطني يهدف إلى جمع الكفاءات العراقية داخل البلد وخارجه، وزج الباحثين العراقيين في مؤتمرات وندوات وملتقيات ومهرجانات محلية وعربية ودولية، إيماناً منه بدور المبدع العراقي الفعال في بناء البلد. لذلك تهافت المبدعون للانضمام إليه بعدما لمسوا ما تميز به من شفافية واستقلالية. وفي نهاية حديثي أوجه عظيم الامتنان والشكر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم المحترم، الذي بارك ويبارك جميع نشاطاتنا العلمية إيماناً منه بتعزيز دور الثقافة والعلم من خلال التلاقح الفكري بين الباحثين المبدعين في العراق وخارجه عربياً ودولياً. وخالص الشكر والتقدير إلى رئيس اتحادنا الدولي للمبدعين في العراق الدكتور علي أحمد الزبيدي المحترم لتبنيه مثل هذه الندوات المهمة والتي تلامس الواقع العلمي المعاصر. والشكر موصول إلى تعاون رئيس جامعة بابل المحترم ورئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية المحترم في إقامة الندوة. وأشكر الباحثين الكرام من العراق ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية وماليزيا الذين سيغنون ندوتنا بفيض علمهم وتجربتهم في التعليم الإلكتروني. وكل أمل أن تخرج هذه الندوة بمعطيات وتوصيات من شأنها الارتقاء بالتعليم الإلكتروني من مرحلة التلقين إلى الإبداع. وأشكر الباحثين الذين أسهموا بتقديم ورقة بحثية ستنشر إن شاء الله في وقائع بعد انتهاء الندوة. كما لا يفوتني شكر اللجنة التحضيرية القائمة على هذه الندوة. وفقكم الله أعزائي جميعا لخدمة العلم في بلدكم، بلد الحضارات والإبداع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم الأستاذ المساعد دكتور سندس محسن أحمدي، مستشار عام الاتحاد أصالة وأمين سر الاتحاد وكالة. شكرا لكم. شكرا للدكتورة سندس، أحسنت وأجبت. كلمة الدكتور أحمد غانم رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية فليتفضل مشكورا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ الدكتور أحمد غانم مساعد رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية ولكن في الجامعة للتصحيح فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأخوات والأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، كما نبارك لكم قرب حلول عيد الفطر السعيد. نسأل الله تعالى أن يمن عليكم وعلى عوائلكم الكريمة بأتم الصحة والعافية، وأن يدفع عنكم كل شر وبلاء. لا يخفى على حضراتكم ما للتعليم الإلكتروني من أهمية، حيث أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي نتيجة للظروف التي يمر بها العالم والعراق خصوصا نتيجة جائحة كورونا. في نفس الوقت لم تألو جامعة الفرات الأوسط التقنية جهدا للنهوض بوضع التعليم الإلكتروني، رغم أن جامعة الفرات الأوسط خصوصية، حيث أن الجامعة هي جامعة تقنية وتمثل نسبة العمل فيها حوالي 60%. لذلك نحن نركز في الجامعة على الجانب المهاري أكثر من الجانب النظري، لكن ظروف الجائحة وظروف البلد اضطرت الجامعة مثل ما اضطرت بقية الجامعات العراقية والجامعات العالمية للالتزام بالتعليم الإلكتروني كحل فريد إلى أن تنتهي الجائحة إن شاء الله ونرجع للتعليم الحضوري أو التعليم المدمج. نحن نعتقد أن التعليم الإلكتروني تعليم مهم جدا، لذلك
في الجامعة هيئنا كل البنى التحتية للتعليم الإلكتروني، وأنشأنا غرفة عمليات لمتابعة تشكيلات الجامعة من حيث المحاضرات الإلكترونية، وكذلك أنشأت الجامعة استوديوهات لغرض إعداد المحاضرات الإلكترونية، وهذه الاستوديوهات تسمى باللايت وورد، استوديوهات متقدمة حقيقة حسب علمي أنه هي الوحيدة في العراق وموجودة في مصر وفي أمريكا وبقية الدول العالمية. حقيقة نشكر اتحاد المبدعين على إقامة هكذا ورش للنهوض بواقع التعليم الإلكتروني. حقيقة احنا نحتاج أن نقيم هكذا ورش. الجامعة جامعة الفرات الأوسط أدخلت قامت العديد من الورش من لتدريسيها للفنيين وللطلبة، وعملت إيميلات بريد إلكتروني جامعي لكل طلبة الجامعة والتدريسيين، ونحن نتعاون مع أخواننا في بقية الجامعات العراقية والجامعات العالمية، وكذلك وكذلك المركزية في وزارة التعليم العالي على إيجاد أفضل الطرق وأفضل السبل للنهوض بواقع التعليم في العراق وخاصة التعليم الإلكتروني. شكري وتقديري وامتناني لاتحاد المبدعين الدولي في العراق على إقامته هكذا ورش، وكذلك شكري وتقديري لجامعة بابل ونحن في جامعة الفرات الأوسط التقنية على استعداد والتعاون مع كافة الاتحادات وكافة الجامعات العراقية للنهوض بالتعليم في العراق. شكري وامتناني مرة ثانية، وأسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأستاذ الدكتور أحمد غانم مساعد رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية. أيها الأحبة، إن ندوتنا العلمية الدولية هذه ستكون برئاسة الأستاذ المساعد الدكتورة سندس محسن، مستشار عام الاتحاد أصالة وأمين سر الاتحاد وكالة، وبإدارة مني أنا متحدثكم الأستاذ الدكتور صفاء عبيد الحفيظ النائب الثاني لرئيس الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق. أما مهمة الترجمة للغة الإنجليزية فسيتبناها الأستاذ الدكتور رعد كريم عبد عون، أستاذ الأدب الإنجليزي في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة بابل. أحبتي، تقام هذه الندوة الدولية الإلكترونية إيماناً من الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق رئيساً ومجلساً وهيئة إدارة وأعضاء بأن العلم من أسمى الأدوات التي يرقى بها المجتمع، وقد أوجب الإسلام على الإنسان أن يتعلم قدر إمكاناته، ومهنة المعلم من أشرف المهن وأفضلها، فهو الباني لفكر المجتمع، وهو الذي يرسي قواعد الأخلاق والتربية للطلاب التي من خلالها تقوم سلوكياتهم، وسيستشعرون معها بمسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه أسرتهم وتجاه مجتمعهم، فلا بد أن يعطي المعلم كل الامتيازات المادية والأدبية حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه. هذا أولا، وثانيا لأننا مؤمنون بأن التعليم الإلكتروني هو نظام تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم باستخدام تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، يعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية عبر الشبكات الإلكترونية، وتوفر سبل الإرشاد والتوجيه وتنظيم الاختبارات، وكذلك إدارة المصادر والعمليات وتقويمها. أيها الأخوة، يسعى اتحادنا في هذه الندوة العلمية إلى هدف إنساني يتجلى في تقدير الطالب وتمكينه في تنمية جوانب شخصيته كافة، روحا وفكرا وخلقا وذوقا وإرادة، وتحقيق تكاملها وتوازنها وتفاعلها مع المجتمع، كذلك تمكينه من الكشف عن قدراته في التعبير والإبداع بتوفير المناخ الديمقراطي في التعلم.
وتمكينه من إشباع الحاجة للنجاح والشعور بالرضا، وأخيرا تهيئتهم للمساهمة في تحمل مسؤوليات جديدة للقيام بواجباتهم في ظل ظروف صعبة استثنائية. سادتي المستمعين، للسيد نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق الدكتور حيدر فوز الشكرتشي توجيهات هامة بوصفه هو من يدير الندوة إلكترونيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأعزاء، سيتم إطلاق رابط التسجيل قبل نهاية الندوة بقليل. طبعا هنالك شهادات مشاركة تمنح لمن يقدم ورقة عمل، شهادات حضور مجانية للجميع، إمكانية توفر الحصول على تأييد حضور للراغبين، تكون الأسئلة بعد انتهاء من المحاور الخمسة جميعا، ستسجل الأسئلة كلا حسب المحور الخاص به. يذكر السائل قبل التوجيه اسمه ولقب العلمي ومكان عمله. وشكرا جزيلا، شكرا لدكتور صفاء. الآن استأذن الأستاذ المساعد الدكتورة سندس محسن لتدعو حضرات السيدات والسادة المشاركين في هذه الندوة العلمية الدولية والتعريف بهم وبمحاور الندوة، فالمنصة لها، فلتتفضل. شكرا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا، وأسعد الله مساءكم بالخير كله. أول محور سوف يكون معنا من ماليزيا، مفهوم التعليم الإلكتروني وأنواع المنصات الإلكترونية وخصائصها للبروفيسور إزهال بن عبد الحليم من ماليزيا. اسمحوا لي أن أقدم تقديماً موجزاً للبروفيسور. لديه بكالوريوس من جامعة هارفارد، ولديه ماجستير في هندسة الكهرباء من الجامعة الماليزية UPM، ولديه دكتوراه في هندسة الكهرباء من جامعة شايزوكا الماليزية. لديه بحوث كثيرة منشورة على سبيل المثال للحصر، مصفوفة الاستشعار، وبحث في الإلكترونيات الزراعية، وبحث CMOS في تصميم الدوائر الإلكترونية. فليتفضل ليلقي فيض علمه علينا مشكورا. تفضل بروفيسور إزهال. بروفيسور إزهال، بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank Ms. Chairperson of myself. So as we can, and I would also like to apologize that my presentation will be in English. So I will start. I have prepared a slide for the seminar today. So I would like to share my screen. Can you see my presentation? Can you see my slide? Yes, Professor. Okay. So let me reintroduce myself. My name is Izhal bin Abdul Halim, and I'm working at the Department of Electrical and Electronics Engineering at the Faculty of Engineering, University Putra, Malaysia, which is the largest university in my country. And we specialize in agriculture. So our size is very big, and we are made of very big fields. Okay. First of all, let me thank the International Union of Creators in Iraq and the Ministry of Higher Education of Iraq for inviting me as a keynote speaker for today's conference on e-learning from indoctrination to creativity seminar. A very general title was given to me on online teaching, so I have taken the title and refined it to be the evolution of online teaching from trend to mainstream. Okay, so if you just give me a minute so that I can translate the title of your seminar, Professor. تطور التعليم الإلكتروني عنوان سيمينار الأستاذ إزهال هو تطور التعليم الإلكتروني
مفهوم التعليم الإلكتروني وأنواع المنصات وخصائصها. نعم مفهوم التعليم الإلكتروني من اتجاه إلى تيار رئيس. Yes, Professor, if you you kindly continue with the presentation. Okay, thank you for the translation. Okay, so first of all, I would like to claim here that I am no expert in the field of teaching, online teaching or education. My background is, as I mentioned by the lady chairperson, I am more into electrical and electronics engineering and focusing on CMOS circuit design. So what I have for you today is about more on my experiences on online teaching. Okay, so my title is... Yes, if you would allow me just to translate. الأستاذ هالي تفضل بالقول مشكورا أنه ليس متخصص في مجال التعليم الإلكتروني ولكن سيشارك معنا خبرته في هذا المجال بناء على تجاربه. Professor. Okay, thank you. So this will be the presentation outline that I have today. It's going to be a very short speech as because the time in Malaysia is about 2:30 in the morning. Okay, so the presentation outline is as follows. We will be talking about evolution of distant learning, which is our first topic. How distant learning evolved into what we have today in the mainstream of education, what we call online learning. Our second topic is mainstream online teaching. And then we have online learning management systems, which are actual systems that can help us facilitate our online teaching and learning experience, make it more systematic and more presentable. And then we have massively open online courses. Actually, I'm sorry, I've changed this title a little bit. Finally, I have a conclusion to make about this, where I will give recommendations about what we can do for the future of online teaching. Okay. So can I move to the next slide? Just. عفوا دكتورة سندس أحتاج أترجم هاي العناوين للغة العربية. إي والله دكتور يا ريت. نعم. يعني أنا أشوف على المسجات يطالبونا بالترجمة الحرفية لكل ما يقول الأستاذ. نعم نعم. العفو قدم الأستاذ إدهال مشكورا الإطار العام للعرض التقديمي. العناوين الرئيسة التي سيقوم بالتحدث عنها هي تطور التعليم عن بعد. التعليم الرقمي توجه أساس نظم إدارة التعليم الرقمي والفصول الدراسية المفتوحة الضخمة أو الكبيرة وفي النهاية هناك خلاصة. Thank you, Professor. Okay, so let's move to the next slide, which is the evolution of distant learning. Okay, so this is my email down here. Okay, so what we have here is a timeline from the year 1840 all the way to the year 1952. And this year I have selected because I think they are very important years in the evolution of the distant learning. There are some activities that happened within these years that affect what we have today on online learning. نعم اختار الأستاذ إدهال مجموعة من التواريخ المذكورة أمامكم وهي في نظره مهمة لأن هناك مجموعة أحداث كان لها دور كبير في تطور التعليم عن بعد. Thank you. Okay, so in 1840 we had something called a correspondence parcel post education system. So this system was introduced when there was a barrier between the teacher and the student. The teacher and the student are physically separated.
So this evolution of distance learning in USA that I'm showing here started with the correspondence parcel post education system, where they use the American post office to deliver courses in distant places. عام 1840 تم تقديم خدمة جديدة خصوصا للأستاذ والطالب الذي يفصل بينهم مسافة كبيرة، وهي التعليم بواسطة الطرود البريدية parcel post education. هذه الخدمة قدمت للأستاذ والطالب الذين تفصل بينهما مسافة جغرافية كبيرة. Okay, thank you. So the person that was responsible was Sir Isaac Pitman. This person here, he started this correspondence parcel post education by doing shorthand Bible studies. الشخص اللي مثبته صورته هو السير إيزاك بيتمان، الذي قام بإرسال بطاقات بريدية إلى الطلبة، موجهاً إياهم لكتابة مقاطع من الكتاب المقدس باستخدام الكتابة المختزلة الشورت هاند، ثم يعيدوها له لغرض تصحيحها. Yes, professor. Okay. So the study of shorthand or phonography was done by, let me read this. This is from the book of written by H. Cantor in 2015. The book stated, the shorthand in Bible studies mailed postcards to students and instructed them to transcribe passages from Bible into shorthand and return them by post for correction. So students with a copy of the Bible were asked by Sir Isaac Pitman to rewrite in shorthand form and return to him for correction so they can learn shorthand study. نعم، فكان الغرض من هذه العملية هو تعليم الطلبة الكتابة الاختزالية، الكتابة المختزلة، وهي هذه مقتبسة من كتاب H. Cantor Shorthanded Bible Study، كتابة اختزالية في دراسة الإنجيل. ويذكر في هذه الاقتباس الموجودة أمام حضراتكم أنه كان يرسل بطاقات بريدية للطلبة موجها إياهم في إعادة كتابة مقاطع من الكتاب المقدس باللغة الاختزالية، ثم يعيدون إرسالها له بالبريد لغرض التصحيح. Yes, professor. Okay. So 1840, 3 years after the successful correspondence parcel post education system introduction, the Phonographic Correspondence Society was formed to further enhance the correspondence parcel post education system. نعم، بعد 3 سنوات من نجاح تجربة التعليم بالمراسلة هذه، تم إنشاء تجمع المراسلة الفونوغرافية، والفونوغرافية يعني هي متعلقة برسم الكلمة. Yes, professor. Yes, it's good. It's good. Okay. So this parcel post education system really took on in the United States. 1873, Illinois Wesleyan College made a degree program that had the word in absentia. This means the student does not have to be in the college, in the classroom, to receive his or her degree. He or she can get the degree simply by using the parcel post education system. And this was practiced in 1873 in Illinois Wesleyan College, USA. وفي عام 1873 أضيفت كلمة in absentia، والتي تعني لا حضوريا أو غيابيا، إلى شهادات، وهي قامت بها جامعة كلية إلينوي وزليان كوليج استخدام الخدمة التي تم توفيرها سنة 1840، وهي الطرود البريدية التعليمية.
Yes, professor. Thank you. So after this, the evolution of distance learning really took speed in 1990 with the invention of the radio system, of the radio that we have today. So the Federal Radio Station of University of Wisconsin was formed and dedicated to educational broadcasting. وفي عام 1919 انشئت قناه WSA الراديويه الاذاعيه، وهي قناه حكوميه انشاتها جامعه ويسكونسن متخصصه بالبث التعليمي، البث الراديوي التعليمي. So the call name was the radio was WHA and the frequency was 970 hertz AM was the radio station. Okay, so اسم الإذاعة هو WHA، أما التردد فكان 970 AM، يعني على التردد AM. So the see from the evolution from 1840 till 1990 we had technology advancement, and in 1952 the world have had the television set. So this is with the invention of the television. The UN rules. This was done through the FCC, Federal Communications Commissions of the USA, and written in black and white in their sixth report and order document. في عام 1952 بعد تطور التلفاز أنشئت 204 أنا مثل الاتصالات والمواصل هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية. Yes, professor. Okay, so we see that how technology helps in the evolution of distance learning, and now we have something called the online learning. Still goes on. Can arrive استمر ذلك الوقت قبل ان نصل الى سنه 2021 حيث نحن اليوم. Okay, so a very important event in 1989 occurred. A partnership between Phoenix, University of Phoenix in Arizona, with a company called CompuServe to develop the first module of the online education system that we have now, still in the module. So in 1989 there was the first launch that ظهر اول البرامج التعليميه الرقميه اونلاين. نعم. Okay, thank you. And just 2 years after 1989, in 1991 the University of Phoenix Arizona pioneered the first online class, and the students could get the first online degrees by signing the corporate articulation integrated into their online class programs. ويحصل فيه الطلبة المشتركون في هذا البرنامج على الشهادة بعد أن يقوموا بتوقيع الاتفاقية
التي ترسل لهم عن طريق الصف الإلكتروني. Yes, Professor. So, although they had this articulation, this Professor Henry M. Levin, which worked at the Columbia University, he criticized that the quality of the from the online class was not as was not at par with what universities are supposed to be delivering. تلقى هذا النظام التعليمي نقدا من قبل الأستاذ هنري إم ليفي وهو أستاذ في التعليم من جامعة كولومبيا وقال أن نوعية التعليم الإلكتروني تختلف عن ما يتلقى الطالب So his criticism was taken into consideration in very great detail industry. This was proven because in 1998, New York University took his criticism and made the online their online program, which is better. Okay, they formed a subsidiary called NYU Online, which delivered online courses to people throughout the USA. نعم أخذ النقد الموجه من الأستاذ ليفين محمل الجد. آسف على المداخلة دكتور رعاة. نعم. إذا تسمح لي إنه يعني تنوه لي الباحث العزيز إنه وقته قارب على الانتهاء دقيقة واحدة إن شاء الله. شكرا. Prof Izhal, can you short your presentation? Short the presentation? Yes. Yeah, if you can short it. Yes, I can. Okay. You only have a few minutes. Okay, thank you. So in 1998, the California Virtual University was also formed, and this is where online education courses. And in 2021, so this is where online education was. Since 1998, but in 2021 something happened, and the evolution continues. نعم يذكر الأستاذ أنه استمر تطور التعليم الإلكتروني وصولا إلى عام 2021 حيث يستمر تطور التعليم الإلكتروني. Yes, please, Professor. I think Professor Sundar said that you may have only about 1 minute. دقيقة واحدة بس دكتورة. Okay, so let me just go to the. نعم. So just go to the last slide. Yes. 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 Okay. So conclude. Yes, if you don't mind, conclude the. Yes. Yes. It's already almost 3 o'clock in Malaysia. Okay. So this is the reality of online teaching. So in conclusion, evolution from distant learning to online teaching was evident, and we saw this. So initially, this was driven by the market, but now, at the present day, online teaching is not driven by profit anymore, but it is a necessity. It is driven by a crisis, the COVID-19 crisis that we have. في البداية تطور التعليم الإلكتروني من تطور من مسألة كونها ربحية سابقاً إلى أن تكون هي التوجه الرئيس في التعليم بسبب ما نمر به من ظروف الجائحة. بالنسبة لحسنات ومساوئ التعليم بالنسبة لحسنات أن كلفة التعليم منخفضة والمعرفة تنتشر يعني وايد تنتشر بشكل كبير. مساوئه أن نوعية التعليم ليست جيدة ولا يمكن تقديم كل شيء للطالب بنسبة 100%. So what I would like to see. Yes, please. So what I would like to see to improve online teaching for the future. This is for the future of our own children.
to get a very good high quality education from online teaching is security. Number one is security of the materials that we are teaching. And these are my recommendations only. Number two is the improvement of the infrastructure for online teaching, because we need the a very sound internet provider that is very secure to deliver the best online material to the students. And finally, we have to have a lot more of technology and innovation, especially when we want to teach subjects that require very dangerous labs, such as chemical experiments that cannot be done unless they are in the university. So we need more technology and innovation, because I have searched for laboratories on chemical and civil engineering, and most of them are just demonstrations to the students. So these three items must be looked into in detail if our education, online education delivery is going to be at par or even better than what we are used to in the traditional teaching way. يختم الأستاذ إدهال بثلاث مقترحات، وهي زيادة الأمان بالنسبة للمادة العلمية المقدمة، توفير البنى التحتية الأفضل infrastructure، توفير البنى التحتية الأفضل من ناحية سرعة موفري خدمة الإنترنت وسرعة الإنترنت، وتوفير التقنيات tech and innovation التي يمكن بواسطتها تقديم التجارب العملية في مجال في مجالات مثل الكيمياء وغيرها. وكما يقول بناء على تجربتي الشخصية، فإنه في مجال الهندسة لم يجد سوى عروض تقديمية، فقط عروض تقديمية افتراضية، ولم تكن هناك تجارب على أرض الواقع. Thank you very much, professor. Thank you very much. Thank you, bro. We very honored to have you today. Thank you. I am very honored to be with you today. Thank you, bro. شكرا جزيلا للباحث الكريم من ماليزيا، أفادنا بشيء كثير من المعلومات حول التعليم الإلكتروني وخصائص وطبيعة المنصات الإلكترونية سابقا وحديثا. والشكر موصول أيضا للمترجم الذي قدم لنا ترانسليت يعني ممتاز جدا للترجمة وبشكل موجز ومختصر. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور رعد، ممتنين لحضرتك، ممتنين لحضرتك. أهلا وسهلا أعزائي، لنا معكم عودة أخرى وعملية معادلات أخرى اللي هي الأستاذ والمادة العلمية والطالب، وهنا وهذا يركز على المادة. سوف تلقيها الله الأستاذ المشارك نجلاء بنت علي من جامعة جازان المملكة العربية السعودية، واسمحوا لي أن أقدم لكم تعريفا موجزا بشخصية الباحثة دكتورة نجلاء في جدة الأدبية الثقافية 2011، وهي صانعة محتوى أدبيات ومديرة صالون أدبيات أديبات الافتراضي، هي عضو منتسب في المجلس الدولي للغة العربية، حاصلة على الدكتوراه في الأدب الحديث ونقده في السرديات من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. لها مجموعة كبيرة من المؤلفات، على سبيل المثال إلى الحصر روزنامة أيام نتداولها، هي مجموعة لكاتبات سعوديات. ولها أيضا من المؤلفات الواقعية السحرية في الرواية العربية عن دار الانتشار والنادي الأدبي الثقافي بجدة 2016. ولها أيضا تحت الطبع حديثاً الزمن في الشعر النسائي السعودي المعاصر، ولها تحت الإنجاز يوميات في زمن الكورونا. لها عدد كبير من البحوث المنشورة والمقبولة للنشر، شاركت في العديد من المهرجانات والملتقيات العربية والدولية. فلتتفضل الدكتورة نجلاء بنت علي من جامعة جازان لتلقي بحثها وظهار علمها علينا مشكورة. تفضلي دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ نعم واضح دكتور. أولا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للاتحاد الدولي للمبدعين في العراق وجامعة بابل
الفرات الأوسط التقنية على هذه الجهود الطيبة في إقامة مثل هذه الفعاليات والندوات. وأخص بالشكر سعادة الأستاذ الدكتور صفاء عبد الحفيظ. عنوان ورقتي كما ذكرت الدكتورة سناء هو طرائق توظيف المادة العلمية النظرية في التعليم الإلكتروني، وسأشارك العرض دقائق فقط. هل العرض واضح؟ نعم دكتورة واضح، الآن شاركنا على الشاشة. نعم العرض موجود. نعم. أنا لأول مرة أستخدم هذا البرنامج، فيعني دكتورة الشاشة مع الباوربوينت المفروض تكون أمامي إذا فقط صوتي، فإذا أمكن فقط تشغلين الباوربوينت تكبرين. الآن واضح؟ نعم واضح. طيب عنوان الورقة كما ذكرت الدكتورة سناء هو طرائق توظيف المادة العلمية النظرية. دكتورة سندس، عذرا، في التعليم الإلكتروني. محاور هذه الدراسة، مقدمة عينة الدراسة وأهدافها ونتائجها، منصة التعليم بالجامعات السعودية والعربية وفقا للدراسة، أدوات التعليم الإلكتروني وطرائق توظيف المادة العلمية النظرية في التعليم الإلكتروني، ثم توصيات التعليم الإلكتروني. وكما أشار زميلي السابق الدكتور لا أذكر اسمه، نعم، هو أسلوب حديث من أساليب التعليم وأحد الوسائل التعليمية التي تعتمد على الوسائط الإلكترونية وتوظيف كل التقنيات الحديثة للمتلقي. وطبعاً كما نعلم أنه خلال العقد الماضي كانت هناك ثورة ضخمة معلوماتية في تطبيقات الحاسب التعليمي، ولا يزال استخدام الحاسب في مجال التعليم طبعاً في بداياته، وهي تزداد يوماً بعد يوم ويأخذ عدة أشكال. ومن هنا ظهر مفهوم التعليم الإلكتروني الذي يعتمد على التقنية لتقديم المحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة فعالة. وطبعا نحن نعلم أن التطور السريع واختصار الزمن والجائحة الأخيرة أو ما حدث في العالم بأكمله ساعد على انتشار هذا النوع من التعليم. هذا الواقع جعل التعليم الإلكتروني أمراً حتمياً، وتفاوت النظرة لتطبيق التعليم الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية ما بين السلب وما بين الإيجاب، ما بين موافق على التعليم الإلكتروني وما بين رافض له، مع التطور الذي شهدته المنصات التعليمية وبرامج إدارة التعليم الإلكتروني. وما زال البعض يعاني من صعوبة حول وجود أو نموذجيات التعليم. طبعاً هدفت الدراسة إلى الكشف عن طرائق توظيف المادة العلمية النظرية في التعليم الإلكتروني، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة مجموعة من أعضاء التدريس عددهم 45 عضو هيئة تدريس أقسام نظرية، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم الشرعية والصحافة والإعلام، ومن عدة جامعات سعودية حكومية وجامعات أهلية، وكذلك جامعات عربية في العراق وسلطنة عمان تحديدا. تمثلت أداة الدراسة في استبيان اشتمل على عدة نقاط أو أهداف، هي مدى فعالية منصات التعليم الإلكتروني في إنجاز المهام التدريسية، مدى أهمية الأدوات والوسائط المستخدمة في منصة التعليم ودورها في إنجاح العملية التعليمية، وقياس الأثر من خلال أدوات التقويم الموجودة في منصة التعليم، ومدى
تقدمها منصات التعليم الإلكتروني كالمقرر الإلكتروني ومحتوى المقرر ومكتبة المقرر وأدوات التقويم والكتابة الإلكتروني والقاعدة الافتراضية وشبكات مؤتمرات الفيديو والوسائط التي تقدمها المنصة. كيف يمكن توظيف كل هذه الأدوات أو هذه الوسائل مع الاستراتيجيات التدريسية للمقررات النظرية؟ تم تطبيق أداة الدراسة على العينة وتوصلت النتائج إلى أن منصة تعليم البلاك بورد هي الأعلى من حيث استخدام وخاصة في المملكة العربية السعودية، بينما تقريبا تنعدم في الدول الأخرى تعتمد على الكلاس روم وعلى الميتينج روم وغيرها من منصات التعليم. البعض يدمج بين بعض الجامعات السعودية بين التعليم عن طريق البلاك بورد وبين التعليم عن طريق الزوم، ولكن المعتمد هو التعليم عن طريق البلاك بورد، لأن البلاك بورد يوفر إمكانيات وأدوات تسهم في إنجاح العملية التعليمية، وهي منصة حكومية مدعومة من وزارة التعليم. أيضاً تمكن متوسط عينة الدراسة من إنجاز النشاط عبر هذه المنصة، وهناك فرق متوسط ومتفاوت بين أعضاء هيئة التدريس في تطبيق هذه الأدوات واستخدامها في العملية التعليمية. أيضاً الدراسة توصلت إلى نتائج أن منصة التعليم الإلكتروني أسرع في إنجاز المهام المطلوبة من الطالب من حيث إمكانيات الوصول للأدوات التي ينشئها كل عضو هيئة التدريس لطلابه. أيضاً توصلت إلى وجود فروق متوسطة ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات مجتمع الدراسة بالنسبة لدرجة توافر كفايات التعليم الإلكتروني، تعزى إلى اختلاف في المؤهل والسن، وفروق متفاوتة في أدوات التقويم ومدى قدرتها في قياس أثر تحقق الأهداف التعليمية لدى الطلاب. أظهرت الدراسة أيضاً تفاوتاً في تنوع الأساليب تقويم القياس كافة عناصر المحتوى التعليمي، واعتمدت نسبة 53% على العرض المرئي. أغلب الأعضاء التدريس اعتمدوا في طريقة تدريسهم على العرض المرئي التقديمي، ثالثها الوسائل التقليدية مثل مكبرات الصوت، وهي ضرورية يعني وجودها مهم ووجودها يعني كوسيلة تقليدية مهمة، وهي مؤشر واضح على أن بعض أعضاء التدريس يستخدمون طرائق تقليدية في عرض المحتوى، في حين كان هناك تفاوت لدى بعض أعضاء التدريس في استخدام الوسائل التكنولوجية لدعم عملية التعلم. بلغ اليوتيوب وصفحات الإنترنت أعلى نسبة، كما أظهر التفاوت متوسطا بين من يجمع بين الوسيلتين، وسيلة الوسائل التقليدية والوسائل الوسيلتين وسائل التقليدية والحديثة. طبعا هنا منصات المستخدمة أعلى نسبة كانت لمنصة البلاك بورد، المنصات الموجودة بالجامعات السعودية والعربية البلاك بورد، الزوم، الكلاس روم والموديل. وطبعا هذه نبدأ عن نظام البلاك بورد ومزايا البلاك بورد. أيضا بلغت نسبة التعليم المباشر المتزامن المباشر بين الطالب والأستاذ أعلى نسبة في طريقة التعليم الإلكتروني، وتفاوتا بين طريقة التعليم غير المتزامن والمتزامن. ويقصد غير المتزامن الفيديوهات المسجلة. أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات مجتمع الدراسة بالنسبة لدرجة تطبيق الاستراتيجيات لصالح من حضروا دورات تدريبية في مجال اكتساب مهارات جديدة في التعليم الإلكتروني، في حين كانت هناك معوقات بدرجة متوسطة لدى أعضاء هيئة التدريس لعدم تمكنهم من تطبيق الاستراتيجيات. يعلق طبعا بعضهم ذلك إلى ضيق الوقت وانقطاع الإنترنت أو ضعف الشبكة، وأن عنصر التواصل المرئي تقريبا بين الأستاذ وبين الطالب منعدم، يعني أغلب الأساتذة وأغلب الطلاب لا يستخدمون الكاميرا وإنما يضعون فقط صورة، وهذا يقلل من مدى يعني التحفيز والاستيعاب لدى
الطالب أو يعني معرفة الأستاذ بالأوضاع التي عليها هذا الطالب حتى يستطيع أن يتعرف على أو يقيس على الأقل أثر فهم الطالب للعملية التعليمية. أيضا إضافة إلى عدم أغلب هؤلاء الذين يعني لم يستخدموا هذه الاستراتيجيات أو لا يعرفون الاستراتيجيات، أغلبهم طبعا لا يوجد لديهم دورات تؤهلهم لاستخدام أدوات منصة التعليم. إذن أيضا نسبة كما أن نسبة تطبيق الاستراتيجيات التقليدية كانت تقتصر على الاستراتيجية العرض والاستقبال أو المناقشة والمحاضرة التي يعني يقدمها الأستاذ أو عضو التدريس لطلابه، كما أن نسبة طبعا هذه بلغت 60% من عينة الدراسة، وهذا مؤشر على أن يعني بعض أعضاء التدريس البعض وليس الجميع لا يجيدون استخدام الاستراتيجيات الحديثة التي تتناسب مع التعليم الإلكتروني طبعا للأسباب الواردة أعلى، إضافة إلى أن يعني السن مثل فارق، يعني أغلب الذين لا يجيدون استخدام هذه الاستراتيجيات هم من أصحاب الأعمار من 63 إلى 60 أو تجاوزوا هذه المرحلة، وليست لديهم الرغبة في استخدام الأدوات والاستراتيجيات عبر المنصة، فيكتفون بالتعليم عن طريق الحوار أو المناقشة. مع العلم أن متوسط العينة إذا أمكن شوية تختصرين، هي المحاضرة جدا ممتعة بس شوية الوقت محصورين بي، فيمكن إذا أمكن شوية تختصرين المحاضرة. أختصر إن شاء الله، أحاول أنا أحاول يعني أيضا متوسط العينة تستخدم استراتيجية الكشف والصف المقلوب والتعليم التعاوني وحل المشكلات، لكنهم لا يجدون طريقة استخدامها مع الأدوات التي توفرها المنصة التعليمية. أظهرت الدراسة أيضا الحياد حول الطلاب، بما يعني أن المحتوى التعليمي بحاجة إلى إعادة صياغة من التنظيمية العليا في تقديم محتوى يتناسب والفروق الفردية، إضافة إلى أن هذه المنصة بحاجة إلى تطوير في أدواتها للفئة خصوصا فئة الصم والصم. أيضا تطرقت الدراسة إلى طرائق توظيف المادة العلمية النظرية. أنا سأشير هنا فقط سريعا إلى أدوات التعليم الموجودة في منصة التعليم، هي المحاضرات المقررات، هذه أدوات موجودة في المنصات التعليم وخصوصا منصة البلاك بورد، وبإمكان الأستاذ أن يضيف إلى هذه المنصة أدوات أخرى تتناسب مع طريقة تدريسه للمادة العلمية النظرية. هذه عينة الدراسة، هذه الاستراتيجيات المستخدمة. طبعا الاستراتيجيات ينبغي في التعليم الإلكتروني أن تراعي الفروق الفردية والأهداف وكذلك المحتوى. أغلب الاستراتيجيات التي تم كما ذكرت والكشف والاستنتاج، وهناك استراتيجيات طبعا أخرى وبعضهم يجمع بين هذه الاستراتيجيات. هناك نماذج تطبيقية، لأن أنا أشرت إلى أبرز هذه النماذج هو التعليم التعاوني، ووضعت نماذج من البلاك بورد، بإمكان الأستاذ أن يضع مجموعات في البلاك بورد ويقدم مادة العلمية النظرية عن طريق التعلم التعاوني، وهي استراتيجية حديثة تطبق في التعليم التقليدي وتطبق التعليم العادي النظري والتعليم الإلكتروني. أيضا استراتيجية الصف المقلوب وهي استراتيجية جدا رائعة تدخل المحاضرة ويدخل المحاضرة ويضع ويقيم مدى قدرة الطالب على استيعاب ما يعني قدمه له من طبعا، وايضا من خلال وايضا يمكن استخدامها في التعليم الالكتروني عن طريق مجموعات، وكل مجموعه تجيب عن ماذا يريد ان يعرف عن
مثلاً ما كان مثلاً مقرر موضوع المسرح على الفن الرواية أو فن المواضيع اللي متصلة بموضوع النماذج مراية فبصراحة النموذج في بداية المحاضرة للتعريف بمصطلح الرواية بتعريف بمصطلح السيميائية أو المصطلح الموضوعاتي أو غيرها من المصطلحات وخصائص المفهوم الأمثلة التي تدل عليه والأمثلة التي لا تدل عاون خلطت المفاهيم وأنا طبقتها مع طالباتي بشروط طريقة جبنة الأدوات المستخدمة في المنصة يضع شروط لهذه الخريطة وبإمكان الطالب أن يكتب يعني مجالها جدا واسع وفيها إمكانيات التطبيق أكثر من استراتيجية أيضا تعلم بالبحث والاكتشاف هذه من الاستراتيجيات الحديثة التي يمكن أن تطبق على البحث وهي لأن الوقت لا يسعفني فسأضطر إلى تجاوز أغلب هذه النماذج أسلوب حل المشكلات أيضا من الاستراتيجيات المهمة جدا في المواد العلمية النظرية وطبعا أنا هناك طبعا تطبيق هذه الاستراتيجيات ليس فقط في قاعة الدرس يضع واجبات قصيرة واجبات اختبار نصفي اختبار تقويمي اختبار تقويم بنائي تقويم قبلي تقويم بعدي بإمكان الأستاذ أن يضع أدوات ويطبق عليها استراتيجيات كيف يتم تطبيق الاستراتيجيات عن طريق الواجبات فعلا عن طريق الاختبارات المذكورة هنا موجودة عندك منتدى العام للنقاش العام في هذا المنتدى هناك استراتيجيات يمكن أن تطبق المناقشة العصف الذهني التعلم التعاون والاستراتيجية التي ذكرتها سابقا في القاعة الافتراضية أو المحاضرة الافتراضية أيضا في المحتوى التفاعلي يمكن من خلالها أنا استخدم استراتيجيتين التعلم الذاتي البنائي وتقديم المحاضره والمناقشه والتعلم التعاوني وكذلك القبعات الست وكذلك الاستراتيجيات السابقه المذكوره في هذه او المحاضره تطبيق الاستراتيجيات في اداه النشاط انا ممكن اضع ايقونه اسميها اداه النشاط واستخدم فيها هذه الاستراتيجيات وأطبق هذه الاستراتيجيات هناك طبعا أنا ذكرت هنا في هذه اللوحة الموجودة أمامكم تطبيق شامل يمكن أن تطبق في الواجبات التفاعلية ما هي المحاضرات معرفة ما هي الاستراتيجية التي تطبق أنا ممكن أستخدم اختبار قصير تقويم قبلي أنا ممكن في أداة صفحات أستخدم جدول التعلم أو مثلا أقول في بداية المحاضرة ممكن أضعها في صفحة النقاش ويجيب عليها الطالب قبل بداية المحاضرة ايضا المحتوى التفاعلي وكذلك في اداه الاتصال الافتراضي اداه النشاط وارجو ان اكون يعني استطعت ان الم بهذه الندوه واما بالنسبه للتوصيات فهي تنميه المهارات والقدرات التقنيه لاعضاء التدريس في الجامعات في مجال التعليم الالكتروني والاستفاده داخل الجامعه وفق المعايير العالمية ومعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تكليف هيئة التدريس داخل الأقسام العلمية للعمل على توفير الأدوات المحفزة والجاذبة للطلاب من خلال وضع الأنشطة والتقييمات المناسبة لعرض وتقديم المحتوى في ضوء الأهداف التعليمية للمقرر التعليمي توفير خطة بديلة لنظام المنصات التعليمية الإلكترونية في حالات الطوارئ التقنية الاعتماد على تطبيق الحوسبة السحابية لتوفير المحتوى التعليمي لمختلف الطلاب لتسهيل عملية الوصول للمقرر الدراسي حتى وإن كان هناك طبعاً انقطاع في الإنترنت توفير موارد رقمية وأدوات تعليمية خاصة بالطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية وأرجو أن أكون قدمت فائدة للحضور وشكراً جزيلاً على حسن إصغائكم واستماعكم وكنت أتمنى أن الوقت يطول ولكن للأسف نحن ملزمون بهذه
المداخلة. شكرا جزيلا لك دكتورة سندس، شكرا جزيلا لك دكتور صفاء. شكرا جزيلا للدكتورة البروف نجلاء على هذه المعلومات القيمة جدا وهذه الإحصاءات الدقيقة والاستبانات الحقيقية والواقعية، أفدنا كثيرا مما قدمتي، و يعني أشكرك نيابة عن جميع الحضور الذين كان لهم إسهام في رسائلهم، وشكر حضرتك، ونتمنى إن شاء الله نلتقي بك في ندوات قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. الآن أستأذن الحضور الكريم في دعوة الدكتور صفاء الحفيظ النائب الثاني لرئيس الاتحاد الدول المبدعين في العراق ليلقي على أسماعكم الكريمة الأوراق البحثية المشاركة معنا في الندوة، والتي سنكتفي بذكر اسم الباحث والبحث فقط لأنها ستنشر لاحقا في وقائع خاصة بهذه الندوة، ثم نعاود مع باحثنا من الأقطار العربية الأخرى لنكمل معهم إلقاء بحوثهم القيمة إن شاء الله تعالى. تفضل أخي دكتور صفاء. شكرا لك دكتورة سندس، وشكرا للبروفيسور إزهام ماليزة ولا الزميلة والأخت الفاضلة الأستاذة نجلة. هي تتوارد إلينا، سأتلو على حضراتكم بعضا منها. هناك ورقة بحثية بعنوان التعليم الإلكتروني من التلقين إلى الإبداع للمدرس المساعد رؤى شريف عبد الله من كلية الإعلام جامعة ذي قار. هناك ورقة بحثية في استراتيجيات التعليم الإلكتروني بين المعوقات والمعالجات للمدرس المساعد هيام حسن الموسوي من قسم إدارة الأعمال كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الكوفة. وليبن مفهوم التعليم الإلكتروني وأنواعه ومميزاته، والدكتور يوسف من التلقين إلى الإبداع للدكتور صباح محمد علي وهو باحث أكاديمي. وهناك باحث آخر كتب عن دور الأستاذ والطالب في دور التعليم الإلكتروني وهو الباحث إحسان عبد الرحمن علوان. ورقة بحثية أخرى بعنوان آليات توظيف الألعاب الرقمية والتفاعلية في التعليم لمعز المديني من وزارة التعليم العالي في الجمهورية التونسية. بحث للتدريسية في رئاسة جامعة بابل السيدة لمياء حليم عبد العظيم علوش بعنوان التعليم الإلكتروني بين المعوقات والمعالجات. وهناك ورقة بحثية عنوانها معنى نظام إدارة التعليم الإلكتروني للمدرس المساعد رواد فاضل عبد من جامعة القادسية الأمانة العامة المكتبة المركزية. وهناك من جامعة نالون من ليبيا الحبيبة بحث أو ورقة بحثية بعنوان المشاركة الإلكترونية الرقمية الكاملة في المجتمع لمحمد حمود إبراهيم. ومن جامعة بابل لزهراء مظهر نبات ورقة بحثية عنوانها التعليم العالي للعراق خلال الأزمة. وللسيد الباحث حسن كاظم حسين الزهيري من مديرية العامة لتربية بابل ورقة بحثية النداء عند سيبوي. وهناك ورقة بحثية للسيد أوراس خضير عبيس من المعهد التقني في بابل بعنوان دور الأستاذ والطالب في التعليم الإلكتروني. وهناك ورقة بحثية أخلاقيات التعليم الإلكتروني للدكتورة حنان حسين علي من قسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة بابل. وهناك التعليم الإلكتروني الفوائد والتحديات للأستاذ الدكتور غيداء عبد الحسين بلال من كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بابل. وأخيرا هناك واقع ومتطلبات التعليم الحديثة هو عنوان لورقة بحثية قدمها الأستاذ الدكتور حيدر طارق من كلية التربية الأساسية بجامعة بابل. أترك المنصة للدكتورة سندس. شكرا جزيلا دكتور صفاء على هذا الإيجاز في تقديم باحثينا الأعزاء بأوراقهم البحثية،
وكما وعدناهم إن شاء الله سوف تخرج تلك الأوراق وعلى أهميتها من خلال العنوانات بوقائع خاصة بالندوة إن شاء الله تعالى. كما تعلمون أعزائي الحضور جميعا أن الجاحظ المتوفى سنة 255 عرف البلاغة وقال هي مدار الفهم والإفهام. مدار الفهم والإفهام كلما يعني غاية العملية التعليمية تكون بدورين أساسيين، هي دور للطالب ودور الأستاذ ودور الطالب حتى تتم عملية الفهم المادة العلمية. فالآن مع محور دور الأستاذ والطالب في التعليم الإلكتروني للأستاذ المساعد الدكتورة نجلاء صالح محمد مصطفى، وأحب أعرفكم بباحثتنا المتميزة دكتورة نجلاء. هي دكتورة في الفلسفة في التربية من كلية التربية جامعة عين شمس مصر، تخصص أصول تربية، ولها أيضا دكتورة في المهن الإعلامية الأكاديمية العربية بالدراسات والأبحاث الإعلامية، ولها دكتورة فخرية تمنح هذه الدكتورة الشخصيات المهمة في العالم من المركز الثقافي الألماني، ولها ماجستير تربية من جامعة القاهرة أيضا، ولها دبلوم خاص في التربية من جامعة قناة السويس، ولها دبلوم مهني في اللغة العربية قناة جامعة السويس، ولها لسانس آداب وتربية تخصص لغة عربية ودراسات إسلامية. هي مدرب دولي هي عضو في مراجع جودة التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي مستشار تحكيم دولي من الاتحاد العربي الأوروبي الألماني الدولي. تبنت عدد كبير من الورش والدورات التدريبية وأسهمت بشكل فاعل في مؤتمرات عربية وعالمية، فلتتفضل لتلقي على مسامع الحضور الكريم بحثها في دور الأستاذ والطالب في التعليم الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة الدكتورة ساندس الصوت واضح؟ إيه نعم واضح دكتورة. والأستاذة الدكتورة ساندس والدكتور صفاء طبعا على هذه الاستضافة الجليلة الجميلة. بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، المحور بتاعي لدى سوف أتحدث عنه الآن، ألا وهو دور الطالب والأستاذ في التعليم الإلكتروني. طبعاً يعد المعلم أحد المدخلات الرئيسة في أي عملية تعليمية، لكن دوره أصبح يختلف عما كان سابقاً، وخاصة في ظل منظومة تكنولوجيا المعلومات، إذ لم يعد مجرد ناقل المعلومات من كتاب مدرسي إلى أذهان تلاميذه، بل إن عليه العمل على مشاركتهم بإيجابية، بل إنها تعمل على بناء العقل وتنمية المهارات العقلية واليدوية والتفكير العلمي بأنواعه المختلفة. وحتى يكتمل دور المعلم فإن عليه أن يغير هذا الدور من ملقن للمحتوى التعليمي أو العلمي ليصبح متعدد الأدوار، فقد يكون مديرا للموقف التعليمي وأيضا مقوما للنظام التعليمي تقويما مستمرا. لذا قد تعددت حاجات المعلمين عن الإعداد الأكاديمي، فأصبحوا بحاجة إلى الإعداد التربوي والمهني أيضا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التطوير التكنولوجي مثل صياغة الأهداف السلوكية، تحليل الحاجات، تحديد السلوك المدخل للمتعلم، تحديد خصائص التلاميذ، تحليل المهمات، استخدام مصادر التعلم، إعداد وتطبيق الاختبارات محكية المرجع. وعليه فإنه لابد له من التزود كي يستخدمها في تعليمه أو في تعليم طلابه. ولهذا فإن دور المعلم في العملية في التعليم الإلكتروني أصبح أكثر أهمية وصعوبة من دوره في عملية التعلم التقليدي، فهو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير عملية التعليم بقيادة أو
في الاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة، وبشكل عام فإنه ينبغي له القيام بعدة أدوار منها أو عدة أشياء: أن يدرك خصائص وصفات من خلال التفاعل المستمر بينه وبين طلابه وبين خارجي وبين طلبته وبين العالم الخارجي، أن يعمل بكفاءة عالية كمرشد وموجه ومسهل وميسر للوصول إلى المعرفة المنشودة عليه، أيضا أن يستخدم مهارات التدريس أو مهارات راعي احتياجات الطلبة المتنوعة محاورا إيجابية، مهارة حسن الاستماع، مهارة وهي مهارة مهمة جدا، مهارة احترام الرأي والرأي الآخر. ولهذا أصبح المعلم أدوار مهمة وهامة جدا في ظل التعليم الإلكتروني من خلال نظم تقديم المقررات التعليمية في أثناء ممارسة الطلاب لنشاطهم. وتفاعلهم مع بعضهم البعض. لهذا المعلم في الإلكتروني التعليم قواعد عن أنفسهم، أي قد يكون نطلق عليها التعلم الذاتي مثلا دون أن يتدخل في مسار ولكن طبيعة هذا الدور المعرفي تختلف عما كانت عليه في الماضي. كيف ذلك؟ بحيث أصبح أو يكون التركيز على إكساب الطالب المعارف والحقائق والمفاهيم المناسبة للتدفق العلمي أو المعرف المستمر، لأن كما نعلم كل دقيقة بتحصل بيستجد طبعا أشياء كثيرة في العالم، وبيت من المعرفة بيحرة عملية بحيث يمكن من التعامل الصحيح. طبعا لا تم إفلال المعرفة التقنية لأن هذه يعدها الأطلاب أهل مرة تفسير متوعة كيف وتصور المستقبل باتجاهاته التعايش على احنا الذي هو طبعا مجتمع المستقبل. كما ذكرنا ان العالم اصبح كقرية صغيرة. الدور الثالث والهام هو الباحث، يقوم جهده يقوم الجهد تقوم الجهد والبحث الاجرائي وسيلة تحقق هذه الغاية، انه لابد عليه ان يبحث بحثا اجرائيا، كما أنه يتيح الفرصة للمعلم لاكتساب المعرفة والمهارة في طرق البحث. لازم المعلم قد يجدد نفسه، يبقى سيرش على طول، يبحث عن أي معلومة حديثة في مجال عمله في مجال تخصصه ومنهجيته، ويكون على دراية أيضا بالاختيارات والاحتمالات التغيير، كما يكسبه الرؤية والناقدة أداء والعملية التدريس في كل أوقاتها. وبالتالي عندما يسعى المعلم تلقائيا لبحث المشكلة بغية أو بعد في الوقوف على أسبابها ونتائجها، مدرس أي مشكلة تقابله أو تصادفه. لماذا هذا؟ لأن ذلك يعود عليه أولا نمبر 2 أو رقم 2 على عملية التعلم برمتها، والتي تتطلب تطويرا مستمرا نتيجة التطور المستمر كما ذكرنا قبل قليل للظروف المحيطة بها.
الدور الرابع والأهم ودور دكتور ذلك، فهناك وفرة في المعلومات، ودور المعلم في ظل هذه الوفرة على الإبحار في محيط المعلومات. لماذا؟ لاختيار الأنسب. كيف يحدث ذلك؟ عن طريق التحليل الناقد وتضمينه في رؤيتهم وإدراكهم للعمل. كذلك طرق تعليم الطلاب، والمطلوب عمله إذن هو القيام بدور فعل من جانب القائمين على إعداد المعلم، طبعا أن له دور هام أيضا، وقد يكون هذا الدور ممثلا في مصمم للخبرات التعليمية أو للخبرات التعليمية المتعددة. كيف ذلك؟ فإن للمعلم والنشاطات التربوية والإشراف على بعضها. كيف ذلك؟ بما يتناسب مع قدراته ومع ميوله واهتماماته. فهذه الأنشطة مكملة لما يكسبه أو يكسبه الطالب داخل قاعات الدراسات الصفية أو الافتراضية، سواء كانت أنشطة ثقافية أم رياضية أم اجتماعية إلى غير ذلك من الأنشطة التربوية. عمليات أجر في ظل التعليم التقليدي، طبعا بنلاحظ ان هناك فرق بين التعليم التقليدي اللي هو التراديشنال او التقليدي والتعليم الحديث. ففي ظل التعليم التقليدي يمارس المعلم الدور بتاعه، طبعا اللي هو الدور المنوط بيه اللي هو العادي النورمال، في ضبط الصف طبعا اكيد نظام الصف، وان هو لازم يمسك بزمام الامور، يعني ان هو طبعا الفصل يبقى اندر كنترول في كل ما يحدث داخل الصف. طبعا اكيد في التعليم الحديث اتغير دور المعلم وأصبح في نظم التعلم الإلكتروني زي ما احنا قلنا، أو بنتكلم عن دور الأستاذ والطالب في هذا في التعليم الإلكتروني، اللي هو طبعا محور الندوة بتاعتنا التعليم الإلكتروني، من طبعا من التلقين إلى الإبداع. فالمعلم مدير العملية على أعداد الملتحقين بالمقررات الشبكية. طبعا أكيد إن احنا عارفين كل الشغل طبعا بيتركز على بالنسبة للتعليم الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، ومواعيد الانترفيو أو اللقاءات الافتراضية زي كما نحن الآن طبعا نفعل أو نقوم به، وطرق التقويم وغيره من عناصر العمليات التعليمية. والمعلم الذي يقوم بدوره القيادي طبعا كما قلت هو له دور مهم جدا هذه العملية، هو عملية في هذه العملية فعلية اتضاح بشكل تنافسي جميل جدا، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي، فيكرس اهتماماته أو اهتمامات الطلاب عشان أو لأجل تحقيق الأهداف المنشودة، ويأخذ بيدهم طيلة الوقت أو طوال الوقت للعمل الجاد والمثمر. شيء طبعا الدور الأهم جدا أو المهم جدا هو ناصح ومستشار، ده بالنسبة لدور المعلم في التعليم الإلكتروني. من أهم الأدوار التي يقوم بها المعلم هو تقديم النصح والمشورة للمتعلمين، كأنه طبعا يبقى هو بيقدم لهم على طول النصح والمشورة في أي شيء طبعا قد يكون غامض عليهم، أن يريدون أن يستخدموا او عنده صله دائمه ومستمره متجدده مع كل جديد في مجال تخصصه. طبعا على طول يعمل زي ما احنا قلنا، يعمل بحث في على طول ايه، طبعا بيصمم زي ما قلنا الخبرات التعليميه، كل الحاجات اللي ذكرت قبل قليل، وايضا طرائق التدريسيه او طريقه التدريس اللي بيدرس بيها الطالب، لان هناك فروق فرديه قبل طالب واخر. فطبعا ايه، طالب له طعمه في التدريس او في ايصال المعلومه، كل جزء عن الزميل الاخر او عن الطالب الاخر حسب المرحله العمريه والفروق في الذكاء وما الى ذلك، وما يطرا طبعا على مجتمعه من مستجدات فعاليه كما ذكرت، في التعلم دائم من اول طبعا
طبعا ما بيتخرج على طول، وحتى بياخد تدريبات وكورسات تدريبية عشان أو دايما يكون في فول الأرض بأحدث زي ما قلنا إيه أو الأشياء اللي هي التخصص، وكمان إن هو يكون مطلع على كل ما يدور الطلبة واستفساراتهم المختلفة، وأن يقدم لهم المشورة فيما يصعب عليهم فهمه، ويأخذ بيديهم إلى نور العلم والمعرفة. لو جيت نتحدث عن دور الطالب في عملية التعليم عفوا الإلكتروني، أيضا عفوا الطالب له دكتورة، دور. ممكن الاختصار قليلا، الوقت شوية أدركنا. طيب خلاص بقى هذكر بس بعض النقاط كده يا دكتور حاضر مع حضرتك ثواني، فهتكلم بس على دور المتعلم في التعليم الإلكتروني. بنقول إن على المتعلم دور مهم جدا حتى تؤتي العملية جهاز الحاسب الآلي ومواقع الإنترنت طبعا زي ما احنا عارفين، لأن كل شيء بيبقى له إيجابية وسلبية، فلازم انها طبعا يعني هو ينتقي المواقع اللي هي طبعا اكيد بتكون ذات فعاليه بالنسبه له، ولا طبعا ان يكون او يكون لديه بريد الكتروني خاص به، ده اساسي طبعا في اي موقع دلوقتي او في اي شيء لازم يكون عنده بريد الكتروني خاص به. برضو بقول على حاجه مهمه جدا، لديه القدره على التعلم الذاتي طبعا اكيد دي مهمه جدا، هو يعرف يبحث عن المعلومه بنفسه او بنفسه، لديه مهاره البحث زي ما كمان ذكرت قبل قليل في المهاره في البحث عن الماده العلميه اللي عايزها، لانه طبعا اكيد لازم تكون الحاجه يعني بتبقى متنوعه، ولازم يختار وينتقي الاشياء التي يريدها او التي طبعا ايه هيستفيد بيها في الماده العلميه اللي بيدرسها. اخر حاجه او اخر نقطه هقولها ان هو يستطيع التفاعل مع الماده العلميه ومع المعلم والزملاء عن طريق الوسائل الالكترونيه. اشكركم جدا على حسن الاستماع والاصغاء، وطبعا اكيد هتكلم، ممكن انا معايا وقت اقول التوصيات ولا مفيش وقت؟ أي دكتورة ممكن تذكرين توصيات؟ طبعا اكيد كما ذكرت انه هو في اهم التوصيات ان لابد ان يكون للمعلم دور مهم جدا وعليه دور هام وفاعل، كما ذكرت له يعني ادوار المعوقات والمعالجات. تفضلي دكتورة. أصلكم وقيامكم، وقبل البدء كل دعواتنا بصمود الأهل في الأقصى الشريف لنصرتهم في هذه الأيام الصعبة وحتى المباركة، فكل دعواتنا للمرابطين في الأقصى بالنصر القريب بإذن الله تعالى. كما أود أن أشكر وزير رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق والأستاذ الدكتور عبئي صفاء على تواصله، ولك دكتورة سندس على الإشراف المباشر لهذه الندوة، ولجميع الزملاء والأساتذة الحضور كل الشكر والمحبة من الأردن. شكرا أحبتي، يعني لقد أضاف الأساتذة المحاضرين الكثير الكثير من المعلومات القيمة والمهمة عن التعليم الإلكتروني وإلى آخره. أنا أردت في هذه الندوة فقط تسليط الضوء على بعض المعوقات ومقترحات للمعالجة للتحديات التي تواجهنا في التعليم الإلكتروني. أرغب بمشاركة الشاشة، يعني وأنا لأول مرة أيضا أستخدم هذا البرنامج. أرى دكتورة أكو أيقونة لي جوا بريزنت، مجرد ما تضغطيها بريزنت انتاير سكرين وتختارين البرزنتيشن مالتك. نشوف هلا، يعني هل مشاركة العرض شاشة كاملة ولا يعني هكذا؟ نعم مشاركة، نعم شاشة الآن. كاملة. اوكي. من فوق حتطلع لك تختارين البرزنتيشن. ان شاء الله، يعني هل تمت المشاركة الآن؟ نعم. نعم، عشان. اوكي. ان شاء الله، يسلموا يا دكتور. نعم دكتورة، نعم. ان شاء الله. سأبدأ. التعليم نعم. هو فقط البرزنتيشن لازم يكون موجود ده. أين يجب أن يكون موجود؟ أي حالياً أوكي، ماكو إشكال، ممكن تشرحين، بس من ترجع للشاشة حيختفي البرزنتيشن، فالمفروض البرزنتيشن يكون هو المعروض. أوكي، لحظة شوي يا دكتور، سأحاول مرة أخرى، يعني أنا أعتذر. لا لا عادي، لا مجرد بانه تكبرين البرزنتيشن من جوا، تخليه بس مفتوح مره ثانيه. اي اوكي هكذا، لا هكذا صح؟ اي نعم هكذا ان شاء الله. نعم. اوكي
التعليم الإلكتروني بين المعوقات والمعالجات. قال الإمام علي كرم الله وجهه: علموا أولادكم على غير شاكلتكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. ما المقصود بهذا؟ المقصود بأننا يجب أن نواكب التطورات المجتمعية والتحديات التي نرقى إليها في التعليم العالي. محاوري ستكون مقدمة عن التعليم الإلكتروني، التحديات والمعالجات وتوصيات عامة، وسأحاول الإسراع في الحديث ثم المصادر. تواجه مؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية والعالمية تحديات عدة فرضتها التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة، إضافة إلى الإغلاقات المتكررة لمعظم القطاعات جراء جائحة كورونا، والتي شكلت بؤرة التحديات على جميع الأصعدة، وبات لزاماً على المؤسسات التعليمية ضمن إمكاناتها ومواردها المتاحة أن تواجه الإقبال المتزايد على التعليم العالي بالارتقاء بمستواه ورفع كفاءته وجودته ليتماشى مع متطلبات العصر من ناحية، وظروف الطارئة من ناحية أخرى، سواء قبل الجائحة أو حتى في مرحلة ما بعد الجائحة. إن إدخال التعليم الإلكتروني في منظومة التعليم العالي على نحو ممنهج يسهم في الإبقاء على قنوات التواصل التعليمي مع الطلبة لإيفاء بحاجاتهم المعرفية، بالإضافة إلى تلبية حاجات سوق العمل ورد خطط التنمية بالكفاءات. لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتغيير نمطية التعليم التقليدي وتوظيف التطورات الحديثة ودمجها في تكنولوجيا الاتصالات واستخدامها لتوفير أنماط من التعليم تتاح مواده ومناهجه للطلبة في أي وقت ومن أي مكان. ومن أجل هذا كان لابد من إحداث تغييرات جذرية في نظام التعليم وإيجاد أنماط تعلمية وطرائق تتسم بالمرونة والكفاءة، وذلك من خلال الدمج وليس الإحلال بين التعليم التقليدي المهيمن لعقود والتعلم الإلكتروني بشكله الكامل عن بعد والمدمج بناء على خطة تنفيذية مرنة مؤسسة على محاورة مبنية على مؤشرات أداء وإجراءات دقيقة لتنظيم مستوى الأداء وضمان جودة المخرجات التعليمية. رغم البدء بوضع الخطط والاسترشاد بها سواء في الأردن أو في العديد من الدول المجاورة الشقيقة، إلا أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي استشعرناها كأساتذة جامعيين خلال الفترة الماضية. من أهم التحديات التي تم رصدها وحتى المتوقعة لمثل هذا النمط التعليمي حديث النشأة، نرى أن هناك صعوبة في تأقلم عدد من الطلبة في البداية مع التعلم الإلكتروني بشقيه الكامل والمدمج بسبب الدور المختلف المتوقع منهم، حيث أن معظم الطلبة في الأردن ومعظم دول المنطقة هم نتاج نظام تعليمي وجاهي تقليدي وليس تعلميا عصريا، تعود فيه الطالب الاعتماد على المدرس والكتاب الواحد والمحاضرات الوجاهية في القاعة الصفية ونظام تقييم قائم على الامتحانات. وبما أن التعلم الإلكتروني والمدمج يفترضان درجة من الاستقلالية من قبل الطالب والاعتماد على الذات وعلى عدة مصادر للمعرفة وعلى نظام تقييم مختلف، فيختلف الطالب في صعوبة التأقلم وبالذات في المكون غير المتزامن من التعليم الإلكتروني الكامل وفي الجزء الإلكتروني غير المتزامن من التعليم المدمج والذي يعتمد فيه الطالب بشكل أساسي على مقدرته وعلى مهاراته في التعلم. الحل المقترح لمثل هذه المشكلة أن يساعد المدرس المعنيين في المؤسسة التعليمية الطلبة على لتجاوز هذا التحدي. وهنا أرغب بالتأكيد على أهمية تفعيل دور الإرشاد الأكاديمي المحترف من خلال المدرس، لأنه وبلا شك سيسهم في رفع درجة الدافعية لدى الطالب في تخطي الصعوبات، لأن من أهم المشاكل التي نواجهها خلال هذا العام منذ بدء التعليم الإلكتروني هي ضعف الدافعية لدى الطالب في التعلم. كما أن هناك صعوبة في تأقلم عدد من المدرسين، المشاكل لم تبدأ فقط مع الأستاذ مع الطالب لكن بدأت مع المدرس. هناك كان رفض للتعليم الإلكتروني بشقه الكامل والمدمج لأن الأساتذة تعودوا على آلية التعليم الوجاهي لسنوات طويلة، وتجربتهم مع التعليم الإلكتروني كانت نتاج تحول فجائي. وثالثا لأن العديد من الأساتذة غير ملمين بمكوناته البيداغوجية واستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة وكيفية استخدام المنصات التعليمية بشكل منظم وفاعل. أيضا يكمن الحل هنا في هذه الإشكالية أو التحدي في إنشاء وتطوير برامج تدريب وتمكين تقوم بها المؤسسة التعليمية المعنية تتيح للأساتذة تقييم فرص التعلم الثمينة التي يتيحها وتبيان أنه مكمل للتعليم الوجاهي وليس بديلا له بأي حال، وعلى أن التعليم المدمج بالذات يكون فيه المكون الوجاهي أساسيا وأنه يجمع أفضل ما في المكونين. هذا من الضروري أن يتكيف المدرس مع دوره الجديد في العملية التعليمية كمخطط وموجه وليس
كملقن للمعلومة. أيضا من المعوقات التي تواجه التعليم الإلكتروني هو الخلل في توزيع خطط المادة والمحتوى، فيلجأ بعض الأساتذة على سبيل المثال لإعطاء درس التركيز على درس أكثر من درس آخر، مما يسبب خللا في منهجية إعطاء المادة. والحل هنا يكمن في ضرورة أن يستند المدرس دوما إلى خطة دراسية محددة، وأن يتم إعدادها بعناية بحيث يوضح فيها آلية تنفيذ الشقين المشار إليهما على حدة، وأن يتم تحديد عناصر المحتوى محتوى المادة بدقة. أيضا من المعوقات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هي أنظمة التقويم العصرية التقييمات، والتي تستند في جوارها على تخصيص مساحة للواجبات والأنشطة والمهام والمشاريع بدلا من التركيز على الامتحانات التقليدية، وهو ما يشكل تحديا للطلبة والأساتذة سواء بسبب الوقت الذي يجب تكريسه لها ومن حيث المهارات المرجو تحقيقها لدى الطلبة، إضافة إلى تحدي ضمان الأمانة العلمية والمصداقية فيها. المقترح هنا كحل التركيز على أن تكون عناصر التقييم مدروسة بعناية كما وكيفا، بحيث تؤدي الغرض المعرفي لها دون إتقال كاهل الطالب، بل يجب تدريب الطالب تدريجيا على بناء مهارات التعلم الذاتية ومهارات تنفيذ الواجبات. هناك تحدي آخر يرتبط بالتقييم، يتمثل بمصداقية الامتحانات الإلكترونية عن بعد في حال التعلم الإلكتروني الكامل، وهنا لابد من بذل جهود كبيرة لإكساب الامتحانات الإلكترونية المصداقية اللازمة وإخضاعها لمعايير وإجراءات صارمة، لأننا جميعا نعرف أن مساحة النقل في الامتحانات المحوسبة كبيرة، ونحن هنا نريد ضمان جودة الامتحانات وإخضاعها لمعايير مصداقية عالية. الحل المقترح أن يدرس وقت الامتحان، وأن يكون الامتحان باتجاه واحد، وأن لا يعود الطالب للأسئلة السابقة، وأن يكون هناك للأستاذ بنك للمعلومات، وأن تركز الامتحانات على أسئلة استنباط وتعليل وتحليل، وليس فقط عملية استرجاع المعلومات التي تم ذكرها في المحاضرات الإلكترونية. أيضا من التحديات الواقعية والموجودة في الأردن وفي عالمنا العربي عدم توفر الأجهزة الإلكترونية لكافة الطلبة وبعض المدرسين، بالإضافة إلى ضعف نطاق التردد في بعض المناطق السكنية، والذي يسبب إشكالات في متابعة المحاضرات الإلكترونية وتباين في مستويات التعلم والأداء. الحل هو السعي لأن تتوافر في الأجهزة برامج وتطبيقات التعلم الإلكتروني مثل السماعات والكاميرا لإتاحة التواصل بشكل فاعل، ومن هنا يجب على المؤسسات بذل الجهد اللازم للحصول على مثل هذه الأجهزة والتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة لضمان وصول خدمات الإنترنت بشكل كامل للطلبة. من التحديات المستقبلية التي نرى إمكانية تحديثها بعد استقرار الأمور وعودة الحياة إلى طبيعتها هو الضغط من المدرسين والأساتذة الجامعيين للعودة للتعليم الوجهي التقليدي بكل ما يحمله من جوانب سلبية. والمقترح هنا زيادة الوعي والتأكيد على أن العودة للوراء لن تسلم بقياس مستوى تطور التعليم الإلكتروني، وضرورة المناداة بتطبيق أكثر فاعلية للتعليم المدمج وإبقاء هذا الشق من التعليم الإلكتروني كمعيار نجاح لأسلوب جديد في التعليم الإلكتروني. بعض التوصيات المقترحة لضمان فاعلية التعليم الإلكتروني، رأيت أن يتم إعداد الخطط التنفيذية بشكل مدروس ودقيق حسب معايير جودة التعليم العالي في كل دولة، وأن يصبح التعليم الإلكتروني جزءاً لا يتجزأ من متطلبات اعتماد البرامج الأكاديمية، حيث أنه لابد من صدور قرارات بهذا الشأن للجهات المختصة في كل دولة، وأن يصار إلى إصدار نظام خاص بالتعليم الإلكتروني بشقي الكامل والمدمج وبالبرامج الجامعية الهجينة من قبل مؤسسات التعليم العالي، وأن يكون هذا النظام ملزماً للمؤسسات التعليمية لضمان استدامة العمل بالتعليم الإلكتروني ومواكبة التطور التكنولوجي في التعليم. أيضاً يجب أن يتم إنشاء مراكز وطنية للتعليم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوح وتفعيل دورها بشكل حقيقي ورفضها بالموارد البشرية المؤهلة لتمكينها من أداء دورها على نحو المطلوب. أيضاً يجب أن يتم تدريب فئة من المدربين من الأساتذة الجامعيين في كل مؤسسة تعليمية على تنفيذ التعليم الإلكتروني بشقيه الكامل والمدمج، حتى تتمكن المؤسسة أو كل مؤسسة من رفض أساتذتها بالمهارات اللازمة وتطورات في أساليب التعليم الإلكتروني. أيضاً هناك ضرورة لإنشاء أدلة وفيديوهات تعليمية للأساتذة، ليس فقط للطلبة، للأساتذة، للإجابة عن أي استفسار تتعلق بالتعليم الإلكتروني، وضرورة إعداد أدلة لكيفية إجراء الاختبارات الإلكترونية عن بعد بحيث تضمن مصداقية وسلامة الاختبارات.
كما أنه من الضروري أن يصار إلى تصميم مواد تعليم إلكترونية ذات جودة عالية تراعى بها حقوق الملكية الفكرية وبالتنسيق أيضا مع المراكز المختصة والمؤسسات التعليمية في كل دولة. هناك ضرورة للعمل على الدخول في شراكات فاعلة وذات فائدة مشتركة لمؤسسات التعليم العالي على المستويات المحلية والأقليمية والعالمية، بحيث يتم تبادل الخبرات وحتى إنشاء مشاريع مشتركة ضمن مجال التعليم الإلكتروني. كما أن هناك حاجة لإنشاء دورات تفاعلية للأساتذة لتبادل الخبرات في مجال التعليم الإلكتروني، وعقد الورشات والندوات المختلفة في هذا المجال، وتشجيع دعم البحوث العلمية في مجال التعليم الإلكتروني والتي سيكون لها آثار إيجابية على واقع التعليم الإلكتروني بشكل عام. وإلى هنا يعني هذه بعض المقتطفات من الأمور التي أردت تسليط الضوء عليها. هناك بعض المصادر أيضا. شكرا لحسن الاستماع، وأتمنى أن أكون أضأت نوعا ما ببعض المعوقات والمعالجات المطرحة للتعليم الإلكتروني في الجامعات. شكرا جزيلا دكتورة عماد، وأنت لم تضيئي فقط وإنما أنرتي الندوة بتلك المعلومات القيمة. شكرا جزيلا مرة أخرى لك. أعزائي، لا بد لنا في العراق من الموازنة بين تجربتنا في التعليم الإلكتروني وبين تجربة الدول العربية المجاورة الشقيقة كي نفيد منها ونوظف ما عندنا في التعليم الإلكتروني للوصول إلى تعليم إبداعي قائم على أسس صحيحة وثابتة. لذلك كان المحور الأخير وهو المحور الخامس من ندوتنا الإلكترونية هذه التعليم الإلكتروني في العراق والدول العربية المجاورة دراسة موازنة، يقدمها الأستاذ الدكتور موفق عبد العزيز الحسناوي. واسمحوا لي أن أقدم لكم هذا الباحث المتميز وسيرة قصيرة عنه. نعم، حاصل على شهادة دكتوراة اقتباس الفيزياء، مهتم بالتعليم الإلكتروني. نعم، له 145 بحثا علميا في تخصص طرائق التدريس والتقنيات التربوية والتعليم الإلكتروني. أبحاثه أغلبها منشور والبعض القليل غير منشور أو العفو مقبول للنشر. له 3 كتب منشورة. تم تكريمه لـ3 سنوات متتالية في يوم العلم كونه الباحث الأكثر نتاجا علميا وبحثيا في محافظة بيطار العزيزة. هو رئيس الاتحاد الدولي في العراق فرع محافظة بيقار، وهو حصل أيضا على شهادة الدكتوراه الفخرية في تخصص المناهج وطرائق التدريس من الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب. هو أيضا عضو جمعية المخترعين العراقية، وله العديد والكثير من المساهمات في المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية. فليتفضل ليتحفنا بدراسته الموازنة للتعليم الإلكتروني بين العراق والدول العربية المجاورة. تفضل دكتور موفق عبد العزيز الحسناوي. تفضل. شكرا جزيلا. عفوا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. في البداية لابد من تقديم كلمة شكر وامتنان إلى الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق ممثلاً برئيس الاتحاد الأستاذ الدكتور علي الزبيدي المحترم، ونائبي رئيس الاتحاد الدكتور حاجر شكرتشي والدكتور صفاء الحفيظ، وأمينة سر الاتحاد الدكتورة المبدعة سندس محسن حمادي على إتاحة الفرصة لإلقاء محاضرتنا أو ورقة العمل في هذه الندوة العلمية. أقدم شكري وامتناني على الدعم الذي تقدمه الجامعة بابل والجامعة التذكرات الأوسط التقنية في دعم واحتضان هذه الندوة العلمية. ما أعرف دكتورة سندس العرض مالتي واضح يمكن؟ يعني نعم دكتور واضح. طالع يمكن؟ نعم دكتور واضح. موجود. موضوع محاضرتي هو التعليم الإلكتروني في العراق والدول العربية المجاورة دراسة موازنة. طبعاً عندما تكون أنت آخر المتحدثين فإن كثير من الأفكار التي قد تكون كتبتها
تحدث بها من سبقك. لذلك سأتكلم باختصار عن هذا الموضوع، وخاصة أنا آخر المتحدثين، وأعتقد أيضا الوقت تأخر للجميع. تهدف ورقة العمل هذه للتعرف على صورة مختصرة جدا عن واقع استخدام التعليم الإلكتروني في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا في العراق وبعض الدول العربية المجاورة، من خلال الحديث عن أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في عملية التدريس، تجربة العراق باستخدام التعليم الإلكتروني في عملية التدريس، تجربة بعض الدول العربية القريبة مصر والأردن والسعودية كنماذج للتعليم الإلكتروني في عملية التدريس. طبعا تم اختيار هذه الدول لأن أولا هي في القلب وقريبة من العراق، وشيء آخر هو مجاملة لأساتذتنا الأفاضل من هذه الدول الثلاث الذين يشاركون معنا في هذه الندوة العلمية. في أهمية ورقة العمل تنطلق في ظل الظروف الحالية بسبب تفشي جائحة كورونا في جميع البلدان، حصل توقف شبه تام في الدوام الرسمي للطلبة بالمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم ومنها العراق والدول العربية. هذا أدى إلى حظر التجوال وتعطيل الدراسة. عليه لابد من العمل على إيجاد بدائل أخرى لإيصال المادة الدراسية إلى الطلبة عن بعد، وعليه اتجهت الأنظار إلى الاستفادة من التعليم الإلكتروني من خلال استخدام شبكة الإنترنت لإنشاء المنصات الإلكترونية لغرض التواصل بين المدرسين والطلبة وإيصال المادة لإكمال مفردات المناهج الدراسية المقررة. تنطلق أهمية ورقة العمل هذه من كونها محاولة متواضعة للتعريف بتجارب بعض الدول المجاورة للعراق في مجال استخدام التعليم الإلكتروني في التدريس في ظل تفشي جائحة كورونا. لو أجينا الآن نتحدث بصورة مختصرة عن أهمية التعليم الإلكتروني بعملية التدريس. التعليم الإلكتروني أصبح له أهمية كبيرة بالمؤسسات التعليمية بعملية التدريس، يعمل على تقليل التكاليف المالية والمادية بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى أنه يتجاوز حدود الزمان والمكان، وكذلك بإمكان شرائح المجتمع الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التعليم الإلكتروني عن طريق تدريس المواد الدراسية، الدورات، الورش التدريبية، المؤتمرات العلمية وغيرها. كما أنه تعليم يتسم بالمرونة ودرجة من الحرية بالنسبة للطالب والمدرس، وهو عبارة عن تعليم محايد ومنظم حيث يقدم نفس المادة الدراسية بجميع محتوياته. يتسم بالموضوعية والدقة في تقييم الطلبة من خلال الاختبارات الإلكترونية المقدمة من قبل المدرس للطلبة وأساليب تصحيحها فيما لو أحسن تطبيقها واستخدامها، وله القدرة على تتبع ومراقبة وتقييم الطلبة بالمستقبل. أحد تطبيقات التعليم الإلكتروني والتي هي استخدمت الآن بكثرة هي منصات التعليم الإلكتروني. من تطبيقات التعليم الإلكتروني هي منصات التعليم الإلكتروني، والتي يتم فيها الجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وبين شبكات التواصل الاجتماعي، وقد تساعد على تبادل الأفكار بين المدرسين والطلبة ومشاركة المحتوى العلمي للمادة الدراسية، مما يساعد على تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية. تنطلق أهمية منصات التعليم الإلكتروني من كونها توفر سهولة الحصول على المعلومات الكثيرة مع عدم انخفاض قيمتها المعرفية، بالإضافة إلى أنها توفر المال والوقت والجهد وتبتعد عن الجمود وتكسر الملل، بالإضافة بإضفاء أساليب ممتعة ومشجعة، والأهم هذا كله أنها تتجاوز حدود الزمان والمكان من خلال عملية التواصل الإلكتروني بين المدرس والطلبة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. لو أجينا الآن إلى تجربة الدول العربية باستخدام التعليم الإلكتروني في عملية التدريس، وأنا أتحدث طبعاً في ظل جائحة كورونا، أن تفشي جائحة كورونا أدت إلى شل الحياة في جميع جوانبها وتعطيل الدوام الاعتيادي الحضوري بجميع المؤسسات التعليمية وبجميع دول العالم تقريباً، ومن ضمنها العراق والدول العربية. هذا أدى إلى اللجوء إلى استخدام التعليم الإلكتروني في عملية التدريس بصورة كاملة عبر منصات التعليم الإلكتروني بصورة سريعة وبدون تخطيط مسبق ودقيق، مع ملاحظة ضعف البنية التحتية لهذا النوع من التعليم سواء من حيث الإمكانيات المادية أو الإمكانيات البشرية. إن معظم الدول العربية تقريباً تتشابه في ظروف تطبيقها
بتجربة استخدام التعليم الإلكتروني في عملية التدريس بديلا بالكامل عن التدريس الاعتيادي الحضوري، سواء من حيث الإمكانيات المادية أو البشرية أو التقنية أو من حيث نظرة المجتمع العربي وقناعته بجدوى استخدام هذا النوع من التعليم كخيار وحيد لا بديل له في ظل هذه الظروف الاستثنائية. طبعاً مع وجود بعض الفوارق بين قطر عربي وقطر عربي آخر حسب طبعاً الإمكانيات المادية التي تتوفر في كل دولة، ولكن بالمجمل العام نستطيع القول بأنها متقاربة سواء كانت من حيث التطبيق أو من حيث تجربة العراق في استخدام التعليم الإلكتروني بعملية التدريس. بالعراق كان أكو محاولات بسيطة لاستخدام التعليم الإلكتروني بعملية التدريس بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكانت هذه المحاولات لا تخرج عن نطاق التجارب البحثية ورسائل الماجستير وطارح الدكتوراه. وأتذكر أول أطروحة أو أول رسالة دبلوم عالي تم عملها بالعراق باستخدام الحاسوب في وقتها بعملية التدريس إلى الجامعة التكنولوجية، أعتقد في سنة 1986 أو أكثر أو أقل بقليل. على الرغم من هناك توجهات لاستخدام هذا النوع من التعليم بصورة محدودة ليكون مدمجاً مع التعليم الاعتيادي، كان كذلك هناك ما نسميه في التلفزيون التربوي اللي كان يبث محاضرات تعليمية لطلبة المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية تكون مساعد للطلبة بالإضافة إلى التدريس الاعتيادي. منذ بداية انتشار جائحة كورونا أصدرت الجهات الحكومية التعليمات بتعطيل الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات كافة، هذا أدى إلى اتخاذ القرار باستخدام التعليم الإلكتروني بعملية التدريس عبر عدد من المنصات الإلكترونية ليكون بديلاً عن التدريس الاعتيادي الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية. فعلاً تم الاستعاضة عن التدريس الاعتيادي الحضوري خلال العام الدراسي السابق والحالي باستخدام التعليم الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية بمعظم المراحل أو بمعظم المؤسسات التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية. يعاني العراق في أثناء فترة التطبيق من ضعف البنية التحتية اللازمة لتطبيق التعليم الإلكتروني بصورة فاعلة وكفوءة. يتبين هذا من نقص المستلزمات المادية اللازمة وكذلك نقص الكوادر البشرية من التدريسيين والفنيين القادرين على التعامل مع هذه التقنيات بصورة فاعلة وكفوءة، بالإضافة إلى وجود ضعف في قناعة عرض بجدوى استخدامها وعدم وجود الثقافة الإلكترونية الواسعة لدى أبناء المجتمع. وقد يكون هناك تدني للنظرة الاجتماعية إلى كفاءة هذا من التعليم. بالإضافة إلى هذا كله توجد في العراق مشكلة كبيرة في استخدام التعليم الإلكتروني، وهي الإنقاذ المستمع والفاجئ للتيار الكهربائي وضعف شبكة الإنترنت. لو أجينا الآن إلى ناخذ فكرة مبسطة عن تجربة جمهورية مصر العربية مجال استخدام التعليم الإلكتروني بعملية التدريس، وطبعاً هي إحنا قلنا كل الدول العربية بالمجمل العام وباختصار هي متشابهة في ظروفها عندما قامت بتطبيق التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا. جمهورية مصر العربية شأن العراق كانت لديها تجارب سابقة بمحاولة استخدام التعليم الإلكتروني عملية التدريس، وأيضاً كانت على نطاق محدود بنشاطات بحثية وما كانت على واسع موقع إدمودو والذي يتيح التواصل بين الطلبة والمدرسين حول الدروس، وتحاول الوزارة أن يستفيد من عنده بحدود أكثر من 20 مليون طالب من هذا الموقع. جائحة كورونا فرضت نمط التعليم الإلكتروني المدمج عبر منصات التعليم الإلكتروني مع العمل على نشر ثقافة التعليم الإلكتروني لدى جديد وتأكيد على أهمية التدريب. ومراجعة تجديد المقررات مع التعليمي والمقررات الأخرى التي تتناسب مع التعليم الإلكتروني. من التحديات التي تواجه هذه العملية هي عدم إعداد المدرسين للتعليم الإلكتروني عن بعد بشكل فعال وكفوء، إذ ينحصر جل التدريب على التعامل داخل الصف الدراسي التقليدي، يعني استخدام
شبكة الإنترنت أو التعليم الإلكتروني كمدمج ومتكامل مع المحاضرات الاعتيادية داخل الصف. معظم المبادرات الرقمية التي كانت تتم بين المدرسين والطلبة كانت تطوعية. هناك تحدي آخر يخص الثقافة الرقمية للطلبة. غالباً ما تركز المناهج التقليدية على برامج إلكترونية بسيطة مع مناهج دول متقدمة تتيح للطلبة دروس المتقدمة في المجال الرقمي. لو الآن تحدثنا ببساطة أيضاً عن باختصار شديد عن تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال استخدام التعليم الإلكتروني في عملية التدريس، وإحنا قلنا أيضاً هي مقاربة للتجربة العراقية. الأردن تعد من أوائل الدول العربية اللي استخدمت تطبيقات التعليم الإلكتروني المختلفة بالعملية التعليمية. كانت في البداية محاولة واستخدامها تم اللجوء إلى استخدام التعليم الإلكتروني كخيار وحيد لا بديل عنه بسبب تفشي جائحة كورونا والآثار السلبية التي أوجدتها واعتماده لضمان استمرارية العملية التعليمية. وبذلك أصبحت المؤسسات التعليمية والتربوية أمام تجربة جديدة حاولت من خلالها بعض من جديد في عمليات التدريس والتواصل والتقييم وتفاعل الطلاب وحوسبة المناهج الدراسية والاختبارات والنشاطات التعليمية في جميع المراحل. وقامت الجهات التربوية بالمملكة بدور كبير ظل الظروف الراهنة وفي فترة زمنية قياسية بإنشاء المحطات الإلكترونية وحوسبة المناهج الدراسية وتوفير الدورات التدريبية الإلكترونية والاستفادة من المنصات التلفزيونية لاستخدامها أيضا في بث المواد التعليمية للطلبة ومحاولة الوصول إلى المدرسين والطلبة وتغطية أكبر قدر من المادة الدراسية ضمن الإمكانيات المتوفرة. هذه العملية بحاجة إلى العديد من المتطلبات التي يوجد فيها نقص وحاجة إلى التطور أو لتطوير البنية التحتية من توافر الأجهزة وشبكة الإنترنت والبرامج التعليمية والمنصات الإلكترونية وحوسبة المناهج الدراسية وجاهزية وكفاءة عناصر العملية التعليمية سواء كان إداريين، تربويين، تدريسيين بالمؤسسات الجامعية ومدرسين في المدارس وطلبة، وكذلك قدرتهم على التعامل مع تقنيات التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية الإلكترونية والبرامج المختلفة بالصورة التي تستطيع أن تحقق إنتاجات التعلم الفاعلة والمطلوبة وتضمن أكبر قدر من الفائدة المرجوة للطالب أولاً واستمرار العملية التعليمية ثانياً. من وضوح هذه السياسات التعليمية الجديدة والخطط الإجرائية والآليات الموحدة والمتبعة للتعامل مع الوضع الحالي بصورة متكاملة، بالإضافة إلى أهمية توافر الثقافة المجتمعية التي تتقبل هذا النوع من التعليم والمؤمنة بدوره وأهميته وقدرته على إنجاح العملية التعليمية في ظل هذه الظروف. الآن باختصار لو تحدثنا عن تجربة المملكة العربية السعودية كآخر مثال للدول العربية المجاورة، تعد المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي استخدمت تطبيقات التعليم الإلكتروني المختلفة بالعملية التعليمية أيضاً، وكان في البداية محاولات محدودة لإدخال التقنيات بالعملية التعليمية واستخدامها بمختلف الأعمال التربوية ومنها عملية التدريس. تم اللجوء لاستخدام التعليم الإلكتروني كخيار وحيد بسبب تفشي جائحة كورونا أيضاً والآثار السلبية اللي أوجدتها واعتماده لضمان استمرارية العملية التعليمية. وأصبحت المؤسسات التعليمية والتربوية أمام تجربة جديدة حاولت من خلالها اتباع منهج جديد بعمليات التدريس والتواصل والتقييم وتفاعل الطلاب وحوسبة المناهج الدراسية والاختبارات في جميع مناهج التعليم. بظل جائحة كورونا تحول نهج التعليم في السعودية للاعتماد على التعليم الإلكتروني بسبب توقف التعليم الاعتيادي الحضوري نظراً للأخطار الناجمة عن هذه الجائحة. هناك عدد من العوامل والأبعاد اللي تأثر على هذا النوع من التعليم، من الأبعاد الاجتماعية اللي هي التعلم الذاتي، الثقة المجتمعية بمخرجات التعلم الإلكتروني، التكيف المجتمعي، العدالة الاجتماعية، الحالة والظروف الأسرية، التعليم مسؤولية البيت، إعاقة التفاعل الاجتماعي، الفجوة الرقمية، العادات، التقاليد الاجتماعية، بالإضافة إلى الأبعاد التعليمية اللي تشمل التشريعات التنظيمية القانونية للتعليم الإلكتروني واستيعاب احتياجات المجتمع التعليمي وإدارة التعليم الإلكتروني ومفهوم التعلم الإلكتروني وآلياته
وتطبيقاته وجودة التعليم الإلكتروني وجاهزية البنية الرقمية التعليمية. التجربة السعودية في مجال استخدام التعليم الإلكتروني رغم حاجتها إلى التطوير فإنها جيدة بالمقارنة إلى العديد من الدول العربية المجاورة، لكن هناك أيضا حاجة إلى تقييم التجربة مجانية وبشرية وتربوية. الآن بعد أن تم هذا العرض السريع والمختصر بصورة إجمالية لما قامت به هذه الدول العربية في ظل جائحة كورونا، نستنتج ما يأتي أن استخدام منصات التعليم الإلكتروني في عملية التدريس أسلوب ضروري لا بديل عنه في هذه الظروف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في العراق والدول العربية المجاورة. يعاني العراق والدول العربية المجاورة من تحديات عديدة ومتشابهة تواجه استخدام التعليم الإلكتروني. وجود نقص كبير بالبنية التحتية اللازمة لتطبيق التعليم الإلكتروني في العراق وبعض الدول العربية المجاورة سواء من حيث الإمكانيات المادية أو البشرية. ضعف ثقافة التعليم الإلكتروني والقناعة بكفاءته لدى أبناء المجتمع في العراق وفي الدول العربية المجاورة. في ضوء ما تحدثنا به وتوصلنا له من استنتاجات بسيطة، نوصى بما يأتي الاستمرار باستخدام منصات التعليم الإلكتروني والمدمج في عملية التدريس في هذه الظروف من أجل إكمال مفردات الدراسية المقررة خلال العام الدراسي الحالي في العراق والدول العربية. حث وتشجيع جميع التدريسين على استخدام منصات التعليم الإلكتروني بعملية التدريس وتقديم المادة الدراسية والتفاعل مع الطلبة من خلالها في العراق والدول العربية المجاورة. ضرورة توفير البنية التحتية المادية والبشرية اللازمة للتعليم الإلكتروني بالمؤسسات الجامعية لغرض استخدام منصات التعليم الإلكتروني في عملية التدريس أيضاً في الدول العربية المجاورة. إقامة ورش عمل ودورات تدريبية إلكترونية خلال هذه الفترة من أجل إطلاع التدريسيين على منصات التعليم الإلكتروني وأنواعها ومميزاتها وتعليمهم على كيفية استخدامها في عملية التدريس بالعراق والدول العربية المجاورة. ضرورة القيام بحملات إعلامية وطنية من أجل إشاعة ثقافة التعليم الإلكتروني بين أبناء المجتمع وحث المؤسسات الجامعية على استخدامه في العراق والدول العربية المجاورة. نشكركم لحسن الإصغاء، والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور موفق عبد العزيز الحسناوي رئيس فرع لقاء الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق، وفعلا كان ختامها مسك إذ استمتعنا معه بمعلومات وفيرة ومهمة أفدنا منها جميعا. وبعد هذه الدولة الممتعة والمهمة في التعليم الإلكتروني من التلقين إلى الإبداع، انتقلنا فيها بمحطات التقينا فيها بمحطات مهمة مع باحثين من مصر والأردن والسعودية والعراق وماليزيا. أنقل لكم سادتي جميعا يعني شكر وتقدير رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق، يشكر الباحثين المشاركين الآن معنا ببحوثهم أو الذين قدموا أوراق بحثية ستنشر إن شاء الله في وقائع تصدر من الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق. وأشكركم أنا أيضا، أشكر الباحثين وأشكر المتقدمين بورقة عمل، وأشكر السادة الحضور على حسن استماعهم. المنصة الآن لأخي دكتور صفاء الحفيظ ليلقي لنا التوصيات المتمخضة من هذه الندوة ومعطياتها، ثم بعد ذلك يدير أسئلة الحضور ويوجهها للباحثين الكرام. شكرا جزيلا للجميع. أترك المنصة الآن إلى أخي دكتور صفاء حفيظ. شكرا جزيلا للدكتور سندس محسن، وشكرا للأساتذة الأفاضل الذين أثروا الموضوع إثراء كبيرا وجميلا. شكر خاص للبروفيسور إزهال والدكتورة نجلاء بنت علي والدكتورة نجلاء صالح والدكتورة ريناد المومني وأخي الأستاذ الدكتور موفق عبد العزيز الحسناوي. أعتقد قبل التوصيات يعني حبذا يعني نأتي إلى دور استقبال الأسئلة.
فإذا كان هناك سؤال ويا حبذا يعني السؤال يكون موجه إلى يعني صاحب المحور حتى تكون هناك أكثر جدية في توجيه السؤال. هل هناك من سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدر أسأل عفوا؟ أي نعم تفضلوا. يا ريت الاسم واللقب العلمي ومكان العمل. الدكتورة وابلة مهدي محمد أحمد، كلية التربية الأساسية، جامعة المستنصرية، قسم التاريخ. تفضلي دكتورة. العفو، السؤال موجه يعني لجميع المحاضرين، لانه الموضوع بحد ذاته واحنا يعني حاليا دا نعيش به، يعني المحاضرات تنطيها الكتروني والامتحانات الكتروني، ويعني بشان التطبيق الطلاب، يعني بصوره عامه يعني وضعنا هسه الحالي احنا كله تعليم الكتروني. فالسؤال موجه نعم. يعني لجميع المحاضرين مع جل احترامي لهم نعم. هل من وجهه نظركم انه التعليم الالكتروني ناجح؟ وإذا كان ناجح فايش قد نسبة النجاح مالته تحديدا بالعراق؟ ولكم جزيل الشكر. هذا السؤال سيكون جوابه من الدكتور موفق، يعني بعد استكمال الأسئلة سيكون جوابه من الدكتور موفق، لأنه هو معني بالشأن العراقي. شكرا جزيلا دكتور. حاضر بعد الدكتور بعد ال أوكي. يعني ان شاء الله ان شاء الله نستقبل الاسئله. نعم شكرا جزيلا. شكرا دكتوره وابله. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. دكتوره حنان من جامعه بابل، كليه التربيه للعلوم. اهلا دكتوره. اهلا بكم. طبعا بركت جهودكم لهذه الندوه العلميه، واسال الله التوفيق لكم جميعا. سؤالي موجه للدكتوره نجلاء من المملكه العربيه السعوديه. طبعا الدراسه اللي طرحتها يعني حضرتها كانت دراسه علميه قيمه، لذلك امل يعني انه نستفاد منها يعني من خلال مقياس الدراسه او اداه الدراسه، يعني كيفيه الحصول عليها اذا امكن. نعم شكرا جزيلا. شكرا دكتورة حنان. سؤال آخر. هل هناك سؤال؟ إذن نعود إلى الدكتور موفق عبد العزيز الحسناوي للإجابة على سؤال وجهته الدكتورة وابلة مهدي من جامعة المستنصرية قسم التاريخ. هل من وجهة النظر نظركم أنتم سيد العزيز نجاح التعليم الإلكتروني في العراق هل هو ناجح أم لا؟ نعم. بمختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورتنا الفاضلة، بالنسبة للتعليم الإلكتروني هو كان يعني هدف نسعى إليه منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأنا متخصص في التعليم الإلكتروني، لكن كنا نسعى إلى التعليم الإلكتروني الكامل، التعليم الاعتيادي الحضوري، يعني لا نسعى إلى استخدام التعليم الإلكتروني الخاص المفرد بديلا عن التعليم الاعتيادي بصوره عامه، لان العمليه التعليميه هي عمليه تفاعل انساني بين الطالب والمدرس. لا يمكن ان يتحدث طالب مع مدرس وهو لم يرى مدرسه. هذا جانب. جانب اخر انه احنا نريد الالكتروني ان يكون مساعد التعليم الاعتيادي. استخدام التعليم الالكتروني بواقع الحال في العراق وفي معظم الدول جاء بصورة اضطرارية
سريعة وخطط لها التعليم الإلكتروني إمكانيات يحتاج إمكانيات مادية بشكل مجتمعي يعني كل الأمور إلى تخطيط مسبق نحن أنفسنا بصورة طارئة استخدام التعليم الإلكتروني خيار لا بديل عنه. الآن أنت لو سئلني سؤال تقول لي إحنا الأفضل نستخدم التعليم الإلكتروني ونستمر به أم نبقى ندرس طلاب في ظل هذه الظروف؟ لا، الآن التعليم الإلكتروني شيء ضروري ولا بد منه، لكن نحن نبقى ننادي التعليم الإلكتروني المدمج الذي يكون على شكل تعليم حضوري وتعليم إلكتروني يتكاملا مع بعضهم. هذا اللي الهدف نهدف إليه. إحنا حتى إن شاء الله بعد جائحة كورونا يعني هذا التعليم بمرور الزمن راح يصير هناك توجه مجتمعي وثقافة مجتمعية باستخدام هذا النوع التعليم، وإحنا جدنا لآثار إيجابية كثيرة مقابل أكو آثار سلبية. الشيء السلبي الأساسي هو عملية التقييم في هذا النوع من التعليم، لأن لحد الآن ما وجدنا الطرق الفعالة والناجحة بإجراءات التقييم بصورة فاعلة وبصورة دقيقة. إضافة إلى ذلك في العراق مشكلتنا ضعف شبكة الإنترنت، مشكلة انقطاعات مستمرة بالتيار الكهربائي والمناطق لا تصلها شبكة الإنترنت، هذه كلها شكل تحديات. لكن إحنا دائما نقول ما بدل أن نلعن الظلام نشعل شمعة، وهي خطوة على الطريق، وإن شاء الله مستقبلا حتى بعد الكورونا راح يكون مكمل التعليم الإلكتروني مكمل للتعليم الاعتيادي، وهو الآن ناجح بنسبة لا بأس بها. شكرا جزيلا دكتورتنا الفاضلة. شكرا للدكتور موفق الحسناوي. ننتقل إلى سؤال وجهته الدكتورة حنان من كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة بابل إلى الدكتورة نجلاء بنت علي. نجلاء، دكتورة نجلاء مطري، تود الدكتورة حنان لو أنكم يعني أو كيف الحصول على الدراسة التي قدمتموها في هذه الندوة، كيف يمكنها أو يمكننا الحصول على هذه الدراسة؟ كذلك نعم. اولا شكرا لك دكتور، وشكرا للحضور الكريم، وشكرا للدكتوره حنان على اهتمامها بموضوع الدراسه. طبعا انا وضعت الان بريدي الالكتروني في الدردشه، وبامكان ارسال العرض التقديمي لسعاده الدكتور صفاء، وهو بدوره يقوم بارسالها. ممكن يعني نتكلم عن التعليم الإلكتروني ولا؟ تعليم دكتور. طبعاً التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، أشار الدكتور موفق إنه تعليم سابقة كان هناك برنامج اسمه كلاسيرا، بدأ تطبيق هذا البرنامج في التعليم. في التعليم استراتيجية الصف المقلوب، يعني مع الطالب يقدم الأستاذ للطالب العرض التقديمي أو المادة أو الأسئلة، وقبل المحاضرة أو قبل الحصة أو الدرس، بما أنه في التعليم العام يقوم الأستاذ بإعطاء المحاضرة، والطالب يذهب إلى المنزل يقوم بحل الواجبات استماع للمحاضرة، ويأتي لي اليوم التالي لقاعة الدرس، ويكون هناك حوار ومناقشة بين الأستاذ وبين الطالب. فكان موجود لدينا التعليم، ولكن كان مدمج أو كان بدايات لهذا التعليم الإلكتروني. بالنسبة للتعليم الجامعي، التعليم الجامعي كان عندنا نحن تعليم الملزم والانتظام، ولدينا ايضا التعليم الالكتروني المادي، يسمى التعليم الانتساب او غير منتظم، وانما فقط التعليم يكون عن طريق التعليم البعد. وانا درست طالبات عن من خلال هذه التقنيه قبل الكورونا، قبل الاحداث التي حدثت، وكنا ندرس طالبات المنتظمات، نقدم لهم استراتيجيات، نقدم لهم واجبات، نقدم لهم أنشطة عن طريق التعليم
الإلكتروني، وكان هناك عملية دمج يعني دمج بين قبل حدوث واقعة كورونا. صحيح واقعة كورونا أو جائحة كورونا فتحت آفاق كثيرة للتعليم، لكن البلاك بورد كان موجود من تقريبا أكثر من 5-6 سنوات موجود في المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لأستاذ. نحصل على محاضرات الدكتورة نجلة بنت علي من أنا سأريد أنا وضعت بريدي أرسلها وإن شاء الله أقدم نسخة لسعادة الأستاذ الدكتور صفاء بإذن تعالى. شكرا شكرا دكتورة نجلة. من كل ما ورد من الأساتذة الأفاضل في الموضوع المتداول بيننا الخاص بالتعليم الإلكتروني الذي تكمن أهميته في حل مشكلة الانفجار المعرفي والإقبال المتزايد على التعليم وتوسيع فرص القبول في التعليم، إضافة إلى التمكين من تدريب وتعليم العاملين دون تكاعمالهم والمساهمة في كسر الحواجز النفسية بين المعلم والمتعلم، وكذلك إشباع حاجات وخصائص المعلم مع رفع العائد من الاستثمار بتقليل تكلفة التعليم، نخرج بتوصيات ترفع إلى مقام الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نجملها بالآتي: تنمية المهارات والقدرات التقنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مجال التعليم الإلكتروني، العمل على إنشاء قسم خاص بإنتاج المقررات الإلكترونية داخل الجامعة وفق أفضل المعايير العالمية ومعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تكليف هيئة تدريسية داخل الأقسام العلمية للعمل على توفير الأدوات المحفزة والجاذبة للطلاب من خلال وضع الأنشطة والتقييمات المناسبة لعرض وتقديم المحتوى في ضوء الأهداف التعليمية المقررة التعليمي، توفير خطة بديلة للنظام المنصات التعليمية الإلكترونية في حالات الطوارئ التقنية، الاعتماد على تطبيقات الحوسبة السحابية لتوفير المحتوى التعليمي لمختلف الطلاب لتسهيل عملية الوصول للمقرر الدراسي، وتنمية المهارات والقدرات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات في مجال التعليم الإلكتروني، تكليف هيئة تدريسية داخل الأقسام العلمية للعمل على توفير الأدوات المحفزة والجاذبة للطلاب، توفير خطة بديلة لنظام المنصات أيضا، الاعتماد على تطبيقات ضرورة تغيير دور المعلم من ملقن المحتوى العلمي ليصبح متعدد الأدوار، ضرورة تزويد المعلم بالعلوم التكنولوجية المتطورة والقيم المرتبطة باستخدامها، ضرورة استخدام مهارات تدريسية تراعي احتياجات الطلبة المتنوعة للحصول إلى المعرفة المنشودة، ضرورة سن التشريعات خاصة بكل دولة تصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي لمؤسسة التعليم الإلكتروني، أن يصار إلى إنشاء مركز أو مراكز وطنية تعنى بمتابعة المستجدات التكنولوجية وتقييم الأداء، التركيز على تدريب الأساتذة من أعضاء الهيئات التدريسية على التعامل مع مختلف المنصات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، إعداد فيديوهات إرشادية للأساتذة. أخيرا ما استشفناه من محاضرة الدكتور موفق استخدام الصفوف الافتراضية عبر منصات التعليم الإلكتروني في عملية التدريس في هذه الظروف من أجل إكمال مفردات المواد الدراسية المقررة خلال العام الدراسي، حث التدريسين على استخدام الصفوف الافتراضية، ضرورة توفير البنية التحتية المادية والبشرية اللازمة للتعليم الإلكتروني، ضرورة القيام بحملة إعلامية وطنية من أجل إشاعة ثقافة التعليم الإلكتروني. قبل أن نختم ندوتنا هذه نقرأ على مسامعكم برقية سريعة من لدن السيد رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق، يشكر فيها يعني بالخصوص أصحاب السعادة البروفيسور أزهال، الأستاذ المشارك الدكتورة نجلاء بنت علي، الأستاذ المساعد الدكتورة نجلاء صالح، الأستاذ المساعد الدكتورة نيناد المومني، والأستاذ الدكتور موفق عبد العزيز الحسناوي، ما بدر منهم من محاضرات قيمة شيقة. ف
يقول لنا كل من شارك وحضر: أقول إليك يا من أجل العمر وجعلت الليل نهارا وحصدت الشمس خيوطا من ذهب وفرشت الأرض، يا من أنار الدرب فعلم وأدب فصار الجيل جيلا يضرب في العمق رمال الصحراء ليتحدى صناع حصار الموت، فالأرض أيا كانت تبقى تحمل عطره، عطرك أنت أيها المعلم. قالوا: المعلم. قلت: أفضل مرسل هو رائد العلم الصحيح الأمثلي، هو رائد التعليم مذ تنزلت آيات اقرأ في الكتاب المنزل، ربا وعلم أمة أمية حتى هداها للمقام الأفضل، الله علمه وطهر قلبه وحباه رأي العاقل المتأمل، حتى غدا في الأرض قدوة أهلها وغدا لأهل العلم أصفى منهلي. قالوا: المعلم. قلت: أشرف مهنة بضيائها ليل الجهالة ينجلي هي مهنة الرسل الكرام، سموا بها عن كل ذي وهم وكل مضلل، وأتمها المولى بخاتم رسله فأتى بميزان العلوم الأكمل. يكفي المعلم أن أفضل مرسل هو نجم مهنته الذي لم يأفل. وفي الختام نتوجه إليكم أيها الأخوات والأخوة الكرام، إليكم مرة أخرى نشكركم الشكر الجزيل والثناء الجميل على مشاركتكم ودعمكم للندوة العلمية الدولية التي كانت تحت عنوان التعليم الإلكتروني من التلقين إلى الإبداع، التي أقامها الاتحاد للمبدعين في العراق برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم الصاحب، وبإشراف مباشر من الدكتور علي الزبيدي رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق، سواء أتات ندوة، ونأمل تواصلكم معنا لتفعيل توصيات ورؤية الندوة، فإن النجاح بكم يكون وبإبداعكم يتعاظم. يوما بعد يوم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله جميعاً أحبائي، وعلى أمل اللقاء بكم في ندوات مقبلة إن شاء الله. شكراً لجميع الباحثين والباحثات الذين أثروا الندوة بمعلوماتهم القيمة وتجاربهم من المستفيضة. شكراً لكم مرة أخرى. مع السلامة. يعطيكم ألف عافية. شكراً لكم جميعاً. يعطيكم ألف عافية. أهلاً وسهلاً. يعطيكم.